والله انتوا وحشتوني جدا يعني مفتقدينها جامد. والله بجد وحشتوني جدا. وبعدين يعني انا عماله بعمل امتحانات وبقابل ناس وكده، بس مش لاقياكم، مش قادره اكلمكم عشان قصه الاطفال دي. بصراحه الاطفال خدتكم فتره طويله قوي 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 يعني، خلصت يعني بس. خدتنا وهنتنا كل حاجه. بصراحه لا لا معلش، ان شاء الله هتلاقوا الدرجات كويسه. انتوا بتبقوا طالعين بس كده مش عارفين انتوا عاملين ايه، بس ان شاء الله تكونوا عملتوا حلو. ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. بدأتوا نسا ولا لسه؟ تبقى حلوة. ان شاء الله تبقى حلوه. لا لا النسا جميله، اصل النسا بتبقوا يعني وانس انك انت ابتديتي تتكلمي فيها هتلاقي نفسك فاكراها يعني، فما تقلقوش. يا رب. لا احنا ان شاء الله كده تعدي على خير باذن ربنا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب انا مش عارفه احنا الساعه كام دلوقتي، هي الساعة شايفه 6 بالظبط يا دكتور. طيب نبدا يعقوب ولا ايه؟ ماشي يا دكتور، لو حضرتك جاهزة مفيش مشكلة. ان شاء الله. طيب اوكي. هو انتوا عارفين الاسكي طبعا بيبقى عليه 60 درجه. السؤال في الاسكي بيبقى من درجتين. اوكي هو حاجه مش وحشه خالص، بالعكس حاجه كويسه، لان الاسكي كلكم بتجمعوا منه درجات، هو بيبقى سهل وبسيط. فهم 30 سؤال على 6 ستيشنز، في 2 ستيشن انسترومنت وواحده كونتراسبشن، واحده الترا ساوند، واحده هيستروسالبنجيوغرافي، وواحده جار. فكده يبقوا هم الستة ستيشن، وكل واحدة بيبقى فيها 5 أسئلة ام سي كيو، سيمبل ام سي كيو، يعني مفيش كيسز خالص، هي بتبقى سيمبل ام سي كيو، يعني السؤال ما يكملش سطر يعني، وإجاباته الديستراكتورز برضو كل واحد كلمة كلمة كلمة. فهتلاقوا الموضوع بسيط، وادينا هنشوف شوية حاجات من اللي هي ممكن ان هي تيجي حاجات كده زيها. فنبدأ بالانسترومنت على اساس ان هم 2 ستيشنز، فدي تبقى يعني لما نخلص الانسترومنت تبقى كده خلصنا 2 ستيشنز. اول انسترومنت معانا هيبقى انا هتيك كنترول ولا انت هتقلب يعقوب ولا ايه؟ يعني براحتك يا دكتور، هو الاوبشنين موجود، لو حضرتك عايز تاخدي كنترول ماشي، لو هيظبط عند حضرتك، لو مش هيظبط ممكن احرك انا، مفيش مشكلة. هو مش ظاهر عندي تيك كنترول اساسا. طيب اوكي ماشي. اوكي ميرسي. طيب انا عاوز حد يخش معايا ديالوج، عشان لو سبت كده الناس تتكلم ممكن الدنيا تزيد شويه، عشان العدد النهارده يعني اكتر منها. كويس، مين اللي عمل ريز هاند عشان انا مش شايفه؟ انا منى. منى تمام، نورت يا منى. طيب ايه اللي انت شايفاه قدامك ده؟ ده اللي هو الاوفم تقريبا، اللي بعمل فيه دي ان سي. هو دي ان سي يعني دايلاتيشن اند كيراتج، فده ايه؟ دايلاتيشن ولا كيراتج؟ كيرات. كيرات بالظبط كده، يبقى اسمه كده ده الكيرات. اوكي يس. فكده ده الكيرات اللي هي بنعمل، ما اسمهاش اوفن، بس عشان الناس اللي سمعت منا في الاول ما اسمهاش طبعا اوفن خالص، اذا كنا بنعمل بيه كيرات كيراتج فيبقى اسمه كيرات. هو عشان ده مش لازم ان احنا يعني انت عرفتي ان هو مش اللي انت قلتيه في الاول ولا لا، ولا لسه مش مقتنعه؟ لا عرفت. طب خلاص، بس عشان ما نتلخبطش، فبالتالي لما يجي شكله نبقى ايه ده اللي قاعده تقول عليه منا ولا التاني ولا فهو خلاص ده بيعمل فعلا دايليتيشن اند كراتش زي ما منا قالت. بس طبعا ده مش دايليتر، الدايليتر ما بيبقاش فيه اي فتحات، فده فيه فتحه، ده اللي هو الكرات، لان الكرات فعلا هي اللي بنبقى محتاجين ان احنا ندخلها جوه اليوترس عشان نعمل كراتج ل اندوميتريم او برودكتس اوف كونسبشن او حاجه يعني، نكحت حاجه من جوه، فدي فعلا الكرات او معلقه الكحت، فهي زي معلقه الكحت. طيب الكرات دي زي ما قالت منا ان هي بتستخدم في الدايليتيشن اند كراتج، ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من الكرات دي؟ بيرفوريشن. بيرفوريشن هايل. ايه كمان؟ اشر مان سندروم. ديفينتلي لو عملنا اوفر كراتج للبيزل لاير بتاعه الاندوميتري ممكن ندخلها في اشر مان سندروم. ايه تاني؟ مش متأكدة، ممكن تعمل سيرفايكل تيرز وانا داخلة بيها ولا صعب؟ الدايليترز هو اللي يعمل كده اكتر، لان انت طالما دخلتي بالكرات تبقى كده اوريدي السيرفكس بقى دايليتد، فبالتالي اللي فعلا ممكن ان هو يحصل بيرفوريشن، بس هو البيرفوريشن اكتر بيبقى مع الساوند او الدايليتر، لكن الكرات اكتر حاجه فعلا ممكن تعملها لو احنا عملنا اوفر كراتج للبيزل لير فتعمل لنا اشر مان سيندروم. فالموست كومن او يعني الموست سبيسيفيك كومبليكيشن للكرات هي انترايتراين ادهيجنز او اشر مان سيندروم نتيجه الاوفر كراتج اوف ذا بيزل لير اوف ذا اندوميتري. طب الكرات دي هل بنستخدمها في يعني ممكن تستخدم وتست عليها بليدنج ولا بوست منسترال بري منسترال وهي منسترويتنج ليها مثلا بري ريكويزيت معينه منها ولا عادي؟
لا طبعا مش هينفع اعملها ولا منسترول ولا بري منسترول علشان يبقى اليوترس كونجستد، اعملها بوست منسترول. يعني ما يعملش، ما ينفعش اعملها وهي عليها بليدنج. هو اصلا انت بتقولي انها بتستخدم فور دايلاتيشن، ده انت واضح ان الاطفال عملت لنا كميه صدأ ايوه وهمي على لا لا بجد ما فيش في تفكير يعني خالص، احنا مش بنفكر. انت بتقولي لي بعمل لها دايلاتيشن انكراتش، طب يبقى الست دي اللي جايه انا بعمل لها دي ان سي جايه بتنزف، وبعدين تروح قايله لها ما ينفعش وهي عليها منسترويشن. سوري يا في دكتور، ايه سوري يا هو ايه دكتور اللي انا، بيحصل؟ ايوه صح، سوري سوري سوري، هي اصلا بيكون ممكن نعملها كابورشن او صح. صح انا ده نسيت لازم، خالص. ده بيبقى عليها طبعا يبقى عليها دم عادي، ما هي ده بالعكس، ده هي ممكن تبقى ثيرابيوتيك اساسا. لو انا عملت دايلاتيشن اند كراتج ده بيبقى دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. ثيرابيوتيك ان هو هيوقف لي النزيف اللي موجود، ودايجنوستيك ان انا باخد هذه البايوبسي وببعتها ان هي تتحلل، فيجي بقى الريزلت بتاع الباثولوجي يقول لي بقى هي كانت يعني ايه نتيجه الكحت دي. فطبعا كده عشان نلخص، دي الصوره اللي قدامنا دي اتس اكيرات وبتستخدم فور دايلاتيشن اند كراتج، كراتج اوف ذا اندوميتريوم او تيكينج ان اندوميتريال بايوبسي. طبعا ممكن تستخدم وهي منسترويتنج وهي بوست منسترال، يعني بري منسترال زي البري منسترال اندوميتريال بايوبسي مش بنستخدمها قوي. واكتر كومبليكيشن ممكن تحصل منها هي الاشر مان سيندروم او الاوفر كراتج اوف ذا اندوميتريوم. طب بتستخدم بانستيزيا ولا من غير انستيزيا؟ بأنستيزيا لازم، طالما عملنا دايلاتيشن ما هو مش هينفع ادخل الكرات دي غير بعد الدايلاتيشن. فسولا جدا انا عملت دايلاتيشن للسيرفكس، يبقى ديفنتلي انا محتاجه انستيزيا، سواء كانت سباينال انستيزيا او جنرال انستيزيا. يعني دي بنستخدمها يا اما سباينال انستيزيا يا اما جنرال انستيزيا، فالكرات طبعا اكيد محتاجه انستيزيا. في حد عنده سؤال في الكرات يا دكاتره؟ اللي عنده سؤال يريز هاند. في حد ما حدش عنده سؤال؟ طيب نشوف في حد عنده سؤال ولا اللي عامل ريز هاند ده على ايه؟ اه يا دكتور، انا اللي عايز أنا اتسلم. قول يعقوب. الصورة بس يا دكتور مش واصلة هنا. في حد غير أمل مش شايف الصورة؟ لا الصورة موجودة عادي. هو ممكن يبقى في مشكلة في الإنترنت عندك الكونكشن يا أمل، لأن هو كلنا شايفين الصورة مش هو كده، ولا صوت في حد تاني مش شايف؟ صوت وصوتي كمان حضرتك مش شايف؟ لا واضح جدا، كل حاجة واضحة، بس هي الصورة بس ما نقلتش خالص، أو السلايد بس طب هي ممكن ممكن تقفلي معلش انا هستأذنك، اقفلي وخشي تاني، ممكن تبقى يعني في مشكلة في الكونكشن لأن هو كله واضح عنده الصورة. تمام يا دكتور. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده طيب ننتقل للي بعدها. منى تكمل معايا ولا حد عايز يخش مكان منى؟ معاكي دكتور، مش هفتي تاني، مش هفتي تاني. طيب قولي يا منى ايه ده؟ ده سبيكيولم. هايل، اسمه ايه؟ تعرفي اسمه؟ لا مش فاكره. طيب ده كاسكو سباكيولوم، ده كاسكو سباكيولوم يا دكاتره، وده فعلا هتلاقوه مليان في العيادات الخارجيه، لان بنحطه جوه الفاجينا عشان نقدر ان احنا نفتحه طبعا عشان يفيجواليز السيرفكس، لان الفاجينا انتيرو بوستيرور وول دول بيبقوا على بعض بوتنشال سبيس، فانا كده مش هعرف اشوف السيرفكس، فلازم ان انا ادخل الكاسكو ده وهو مقفول، وبعدين ابعد التو بليدز عن بعض الانتيرير والبوستيرير دول عن بعض، بحيث ان هو يوروني السيرفكس، فاقدر ان انا ابص بقى على السيرفكس الاقي مثلا في ايروجن، في نورمال، في هايبرتروفي، في نابوثيان فوليكلز، في اي مشكله في السيرفكس ولا لا. فده كاسكو سباكيولوم وبنستخدمه عشان نفيجواليز السيرفكس. طيب ده محتاج انستيزيا ولا لا يا منى؟ لا ما دام مش بعمل دايلاتيشن للسيرفكس. بالظبط كده، هايل، لان ده احنا حاطينه في العيادات الخارجيه، ده كل شغلنا بيه. وفي منه ديسبوزابل بيبقى بلاستيك، وفي منه الماتل الستانلس ستيل اللي احنا شايفينه ده، فطبعا ده مش محتاج انستيزيا وبنستخدمه عشان نفيجواليز السيرفكس. فاكيد فديفنتلي زي ما منى قالت لنا كده مش محتاج انستيزيا. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منه؟ ممكن اكيد هي ممكن يعمل لو الفاجينا مثلا اتروفايد او كده ممكن يعمل فيها تيرز. هو احنا بنبعد بيه الفاجينال وول، خلي بالك انت بتبعدي جاست يعني شايفه البليد اللي فوق وتحت، فالانتيرو بوستيرو فاجينال وول بيبقوا نايمين على الانتيرو بليد والبوستيرو بليد بس، والحته التيب بتاعه ده اللي فيجواليز السيرفكس، فهو ما مش بيعور فاجينا. وحتى احنا بنستخدمه بنحط فيه جل، يعني بنحط جل عشان لوبريكيشن، فبحيث ان هو داخل ما ولو الفاجينا دي دراي او كده ما يبقاش فيه مشكله. فهل مثلا ممكن لو قال لك يعمل ايه بيرفوريشن مثلا لاسريشن للسيرفكس، مش لا عارف اشر مان سيندروم، كل ده ممكن يعمل حاجه من دول؟ لا ما لا بيعملش لا حاجة.
بالظبط، ما يعملش حاجه، واحنا اساسا بنستخدمه بلوبريكنتس. طب هل بتستخدمي بري منسترال بوست منسترال وهي منسترويتنج، ليه اي بريفرنس ولا ايه؟ لا اي وقت، مش اي وقت بالظبط كده. طب ممكن تستخدميه في الفيرجنز؟ في الفيرجنز لا طبعا، لا طبعا بالظبط كده، لا طبعا ايوه كده، احنا بنفكر وبنقول وبنحل يعني، مش بنحفظ حاجه. فهو اكيد لا مش هعرف ادخله من ثرو الهايمن كده، هقطع الهايمن، فديفنتلي مش هينفع ان انا استخدمه في الفيرجنز. في حد عنده سؤال في الكاسكو سباكيولوم يا دكاتره؟ اللي احنا شايفينه قدامنا ده كاسكو سباكيولوم، في حد عنده سؤال في الكاسكو سباكيولوم؟ طيب ننتقل اللي بعده. مين هيكمل معايا؟ مين رفع ايده؟ مروه، اتفضلي يا مروه. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ دوت ال تاني الجوين اللي يعني بستند بيه البلادر عشان في اليورين سيزيرين سكشن. لا لا سوري سوري افتكرته. دوت اللي بقدر اشوف فيه سيمس بوزيشن. ديفينتلي بالظبط كده، ده سيم سباكيولوم، ده سيم سباكيولوم. يبقى احنا كده شفنا الكاسكو سباكيولوم اللي قبل كده، وبعدين ده اسمه سيم سباكيولوم، وده سيمز اللي هو اسمه برضو بنعمل بيه في اسمه على الفيستولا، وده والسيم بوزيشن بتاعه الفيستولا. فلو احنا عندنا فيزايكو فاجينال فيستولا، بنقعد الست في سيم بوزيشن اللي هي بتبقى نايمه على جنبها ورجليها واحده فوق واحده تحتيها شويه، بحيث ان هو يقدر هوا يدخل ونبص بالنور، نحط النور يعني، بحيث ان احنا ونستخدم هذا السيم سباكيولوم عشان نقدر نريتراكت البوستيرور فاجينال وول، ونشوف اذا كان في عندنا اي فيستولا او فيستولس اوبننج في الانتيرور فاجينال وول، ودي بتبقى واصله لليورينري بلادر. فبالتالي السيم سباكيولوم ده عشان تو ديتكت ذا فيزايكو فاجينال فيستولا وايل ذا بيشنت از سيتنج او يعني لاينج ان ذا سيم بوزيشن. فهو ده بالنسبه للسيم سباكيولوم. ده برده سباكيولوم زي السباكيولوم اللي شفناه قبل كده، بس اللي قبل كده اسمه كاسكو سباكيولوم وده اسمه سيم سباكيولوم. ده محتاج انستيزيا يا مروه عشان نستخدمه؟ لا مش محتاج. بالظبط مش محتاج، طالما ان هو في الفاجينا ده مش محتاج اي انستيزيا، ونفسه زيه زي الكاسكو سباكيولوم، بس الكاسكو هو ده اللي احنا بنستخدمه على طول. السيمز بنستخدمه في سيرتن بوزيشن بس، او في وضع واحد بس، لو انا شاكه في فيزايكو فاجينال فيستولا، فبحط العيانه في السيمز بوزيشن اللي هو على جنبها، مش لايتوتومي، بتبقى نايمه على جنبها، وبستخدم السيمز سباكيولوم. في حد عنده سؤال في السيمز سباكيولوم ده؟ طب لا ما حدش رافع ايده. طيب امال ده ايه بقى؟ ده الجوين اللي بريتراكت بيه البلادر during cesarean section. ده الدوين، دوين ريتراكتور، دي او واي اي ان، دوين ريتراكتور. يعني ده الدوين ريتراكتور، يعني بيعمل ريتراكشن او بيبعد، خلاص اسمه دوين ريتراكتور. وحتى لو زي ما انتم شايفين كده الحته بتاعته اللي فوق كده كونكيف عشان ياخد البلادر وينزلها لتحت، بحيث ان هو يبعد البلادر عن، يبعده عن ايه يا مروه؟ يبعد عن اليوترس، علشان كل اليوترس على بعضه يعني، هي البلادر عشان تبعد عن كل اليوترس، ولا البلادر بتبقى يعني ريليتد لمين؟ سوري، للانتيريور البودي بتاع اليوترس بس، الانتيريور وول. ما هو اكيد مش البوستيرير وول، انا مش قصدي كده، انا قصدي الابر يوتراين سيجمنت ولا اللور يوتراين سيجمنت. الابر يوتراين سيجمنت علشان اقدر افيجوالايز اللور يوتراين. طب انا هتكلم لوحدي النهارده، واضح ان هو، بصوا يا جماعه انا لا هضطر ان انا، معلش مش هعمل كونفرسيشن مع حد، هسالكم بس في اسئله ولا لا، لان واضح ان انا يعني، غير ان انا هكتئب، دي مش مشكله خالص، لكن المشكله ان انتم ممكن تتلخبطوا لما تسمعوا معلومات مضلله من ناس مش في مخها خالص النساء. طبعا انا مش I'm not offending مروه ولا منا، هو ده الوضع بتاع كل الناس اللي مشاركه معايا اكيد هيبقى النهارده. فانا هكمل لوحدي، ولو حد عنده اي سؤال يرفع ايده، وانا I will take just questions، لكن مش هعمل interaction، هinteract مع نفسي. فاللي احنا شايفينه قدامنا ده يا دكاتره فعلا اسمه دوين ريتراكتور، عشان it's retracting البلادر. منين هي البلادر ريليتد لايه؟ من قدام يعني، البلادر دي في اكيد طبعا هيرتراكت البلادر في بريجننت يوترس، احنا بنستخدمه في جورنج السيزاريان سكشن، البتاع ده بيستخدم في السيزاريان سكشن يا دكاتره، الدوين ريتراكتور ده عشان اريتراكت اليورينري بلادر جورنج السيزاريان سكشن. فانا كده هعوز ابعد اليورينر بلادر عن الابر يوتراين سيجمنت ولا اللور يوتراين سيجمنت؟ هو دكتور متهيألي اللور يوتراين سيجمنت عشان اقدر اعمل سيزارين سكشن. انا بس ايوه، لان انا سمعتها حاجه تانية قبل كده، ف لا انا بس ما خطرتش على بالي ساعتها، انا سوري.
طيب ففعلا هي اللور يوتراين سيجمنت، لانه اللور يوتراين سيجمنت هي دي اللي بتبقى ريليتد لليورينري بلادر، لكن الابر يوتراين سيجمنت ده بعيد عن اي حاجه، ده بعيد خالص عن اليورينري بلادر، ممكن يبقى ريليتد للانتستين بتاع بس بعيد خالص عن اليورينري بلادر. فانا فعلا بعمل ريتراكشن، بستخدم هذا الدوين ريتراكتر عشان ريتراكت اليورينري بلادر او ابروتكت اليورينري بلادر وايل اوبننج اللور يوتراين سيجمنت ديورينج لوور سيجمنت سيزارين سكشن. طب يبقى كده انا احنا نقفل بقى المايك، نقفل المايكس بعد اذنكم. يبقى انا كده بستخدم الدوين ريتراكتور ده في انهي سكن انسيجن؟ يعني انا بقى هل في الفانشتيل انسيجن مثلا؟ الفانشتيل. طب والميد لاين انسيجن، لو انا فاتحه ميد لاين انسيجن هستخدم الدوين ولا لا؟ هو متهيألي مش هي اصلا، انا لو هعمل ميد لاين انسيجن انا احتاج افتح الترين سيجمنت وافتحه فيرتيكال. انا والله قلت اكمل لوحدي، انا قلت اكمل لوحدي يا مروه والله العظيم، انا ابوس ايديكم بس اكمل لوحدي، لان فعلا في درو باك على الناحيتين عليا وعليكم. عليا انا طبعا اكتئاب شديد، انتوا مش متخيلين بعد البتاعه دي ممكن انا يحصل لي ايه. عليكم لان انتوا هتسمعوا معلومتين اللي انا بقولها واللي انتوا قلتوها اللي في واحده منهم غلط، ففي الاخر هتبقوا مش عارفين هو انا قلت انهي فيهم. فبليز والله العظيم انا بتكلم بمنتهى الجديه، يعني ما فيهاش اي نوفنس خالص، انا هتكلم كده مونولوج مع نفسي وخلاص، ما فيش اي مشكله خالص خالص. طيب يبقى كده احنا يا جماعه احنا لا انت مش سوري ولا اي حاجه خالص، بس يعني عشان ما نلخبطش بعض، يعني الدنيا مش ناقصه ايه لخبطه، والموضوع سهل، فانتوا كده لما تلخبطوا هتلاقوا انه ايه ده محاضره الاسكي كانت صعبه قوي، وهي اتس نوت لايك كده خالص، بس يعني نفكر قبل ما نتكلم، لان احنا بنتكلم قبل ما نفكر. دكاترة احنا بمنتهى البساطة احنا بنقول عايزين نحمي اليورينري بلادر لما بفتح لور سيجمنت سيزارين سكشن، فتحت الجلد ده بالطول بالعرض بالورب مشرشر بتاع، انا مش فارق معايا ام الجلد، انا اللي فارق معايا البلادر واللور يوتراين سيجمنت بس، فتحته بالطول هحط الدوين، فتحته بالعرض هحط الدوين، فتحته بالورب هحط الدوين، فتحته تي شيب ال شيب اس شيب اي شيب هحط الدوين، مش مهم الجلد مفتوح ازاي، انا المهم عندي بعد ما بحط الجلد ابتدي ان انا اديسكت البريتون ده عشان ابروتكت اللور البلادر وانا بفتح لور انسيجن او لور سيجمنت سيزارين سكشن. هو ده الهدف من الدوين، ان انا احط الريتراكتور ده او الدوين ده عشان انزل البلادر، فبالتالي اعمل اكسبوجر كويس لللور يوتراين سيجمنت، لان الابر سيجمنت اكسبوزد وما قدامهاش يورينري بلادر ولا اي حاجه. المشكله عندي ان انا عايز افتح لور سيجمنت سيزارين سكشن، واللور سيجمنت ده البلادر عليه. طب انا مش عايزه افتح البلادر، فخلاص هعمل ديستكشن للبيريتون، الفيسر البيريتون ده، فلما عملت ديستكشن للفيسر البيريتون رحت منزل اليورينري بلادر معايا بالدوين ريتراكتور، فبالتالي بقت البلادر بروتكتد وريتراكتد داون، وبقى قدامي اللور يوتراين سيجمنت يعني اكسبوزد، بحيث ان انا اقدر افتحه، سواء فتحته ترانسفيرس او فتحته فيرتيكال. مهم الكلمة اللي أنا بقولها ده، نركز مع بعض، سواء فتحت اللور يوتراين سيجمنت ترانسفيرس أو فتحته فيرتيكال، هو المهم إن أنا أبروتكت البلادر وايل دوينج اللور سيجمنت سيزارين سكشن، وذر اللور سيجمنت سيزارين سكشن دي كانت ترانسفيرس لور سيجمنت يعني فتحها بالعرض اللي هي الموست كومن اللي احنا دايما بنفتحه، أو كانت فيرتيكال لور سيجمنت سيزارين سكشن يعني أنا فتحها بالطول بس برضه في اللور سيجمنت. ينفع اسال امتى بنعمل فيرتيكال لوور سيجمنت سيزارين سكشن؟ اللي عارف ومتاكد يرفع ايده، لو حد مش عارف او مش متاكد ما يرفعش وانا هجاوب. نقفل المايكس بليز. دكتور هو انا كنت لو في اللور لو في اللور سيجمنت كان في فايبروما او حاجه تبليد، لو انا عملت فيها انسيشن فاحتاج اعمل فيرتيكال ابر سيجمنت. ماشي، بس مش هو ده الانديكيشن اللي احنا يعني هو ده الانديكيشن، لو قلت ايه هو الانديكيشن هيبقى انديكيشن واحد. طيب عبدو علي قدامي مين؟ كونستريكشن رينج. هايل، تسلم، الله يكرمك، الله يفتح عليك. كونستريكشن رينج، لو عندنا كونستريكشن رينج مش هينفع افتح ترانسفيرس افتح بارل عليه، لازم اقصه او افتح بيربنديكولار عليه، فهو يمكن ده الانديكيشن الوحيد لفيرتيكال. ممكن اللي جنبه صوت بيبي، انا مستمتعه بصوت البيبي جدا، بس لو سمحتوا يقفل المايك. فبفتح فيرتيكال لوور سيجمنت سيزارين سكشن، بنفتح فيرتيكال لوور سيجمنت سيزارين سكشن لو بس عندي كونستريكشن رينج. اي حاجه تانية لا بنكمل عادي، اللي هو
ترانسفيرس لور سيجمنت سيزارين سكشن. فاللور سيجمنت ده هو طوله وعرضه 10 سنتي اكنه مربع يعني، لانه عرضه 10 سنتي من اليوتراين ارتري لليوتراين ارتري اللي جنبه، وطوله برضو 10 سنتي كويس. ف لان هو بيحصل له elongation ولانسنينج لما بيحصل contraction and retraction of the upper uterine segment، لان lower uterine segment ده بيبقى passive. فبالتالي هو طوله وعرضه 10 سنتي، فانا ممكن افتح فيه بالعرض اللي هو تبقى transverse lower segment cesarean section اللي احنا دايما بنفتحها، او افتح فيه بالطول اللي هي vertical lower segment cesarean section اللي هو بنفتحها بس لو عندي constriction ring. وفي الحالتين محتاجة استخدم الدوين retractor عشان يبعد لي البلاد عن اللور سيجمنت اللي انا هفتح فيه، سواء فتحت فيه بالعرض او بالطول فيرتيكال او ترانسفيرس. طب لو انا هعمل ابر سيجمنت سيزاريان سكشن او كلاسيكال سيزاريان سكشن، الابر سيجمنت اسمها كلاسيكال لان هي دي اللي احنا عرفناها في الاول، هل دي انا محتاجه احط فيها دوين ريتراكتور؟ نفكر كده، هي دي بعيده عليها البلادر خالص، فبالتالي انا اعمل ريتراكشن للبلادر اللي ما هي اوريدي ريتراكتد، ابروتكتد بلادر ما هي اوريدي بروتكتد وبعيده عن الانسيجن. فانا لو هعمل كلاسيكال ابر سيجمنت سيزاريان سكشن انا مش محتاجه استخدم الدوين ريتراكتور، لكن لو انا هعمل لوور سيجمنت سيزاريان سكشن، سواء كانت هذه اللوور سيجمنت سيزاريان سكشن فيرتيكال او ترانسفيرس، هو اللي انا بستخدم فيها الدوين ريتراكتور. يبقى اللي قدامنا ده اسمه دوين ريتراكتور، بيستخدم امتى؟ بيستخدم في السيزاريان سكشن. ليه؟ عشان اعمل ديسكشن وبروتكشن وابعد اليورينري بلادر عن اللور سيجمنت، لان احنا دايما بنعمل لور سيجمنت سيزاريان سكشن. ايوه، انهي لور سيجمنت، فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ في الحالتين، في الحالتين طالما هي لور سيجمنت انا لازم استخدم هذا الدوين. طب لو انا هفتح فيرتيكال ابر سيجمنت، فيرتيكال ابر سيجمنت اللي هي كلاسيكال سيزاريان سكشن، لا انا مش محتاجه استخدم دوين لان اوريدي البلادر بعيده اصلا، فاعمل لها ابعدها ايه ما هي اوريدي بعيده. طب هل ليه علاقه بالسكين انسيجن؟ ديفينتلي ملوش اي علاقه، لان مش معنى ان انا فاتحه السكين فانشتيل يبقى انا فاتحه جوه لو ترانسفيرس سيزاريان سكشن، ومش معنى ان انا فاتحه السكين ميد لاين يبقى انا فاتحه كلاسيكال ابر سيجمنت سيزاريان سكشن، ملوش علاقه. انا بفتح الجلد زي ما انا عايزه، بس طبعا مور كومنلي ان احنا بنفتحه فانشتيل عشان هو كوزماتيك، وبفتح جوه برده زي ما انا عايزه سواء فتحت ابر او لور. يعني ممكن قوي مثلا لو عندنا بلاسنتا اكريتا واحنا مقررين ان هنعمل الست دي سيزاريان هيستركتومي، افتح الجلد عادي فانشتيل انسيجن، لكن اليوترس جوه افتحه كلاسيكال سيزاريان سكشن واعمل لها سيزاريان هيستركتومي. فبالتالي فتحه الجلد ملهاش علاقه خالص بالدوين، واتيفر كانت فتحه الجلد ايه، انت برضو هتستخدم الدوين لو انت هتعمل لو ترانسفيرس سيزاريان سكشن. فده بالنسبه للدوين. وطبعا اكيد في انستيزيا، يعني احنا ده ديورينج سيزاريان سكشن فديفينتلي هيبقى في انستيزيا معانا. في حد عنده سؤال في الدوين ريتراكتور ده يا دكاتره؟ ننتقل لل مين اللي رفع ايده؟ في حد عنده سؤال؟ دكتور انا عندي سؤال، هو كده احنا يعني الانسيشن اللي هو بتاع اليوترس، احنا انا كنت اعرف اللي هو الابر سيجمنت واللور سيجمنت، والابر سيجمنت دوت فيرتيكال، اللور سيجمنت الفيرتيكال، الانديكيشن الوحيد بتاعه هيبقى الكونستريكشن رينج ولا في انديكيشن؟ الانديكيشن الوحيد اللي لازم تعملي فيه فيرتيكال هو الكونستريكشن رينج، لكن وجود بقى مثلا ساينسز معرفش فايبرويد بتاع ممكن تعملي ترانسفيرس وممكن تعملي فيرتيكال. فعشان كده الانديكيشن الوحيد هو فعلا الكونستريكشن رينج. حد يعرف ايه دول؟ يرفع ايده لو ما حدش عارف، مش مشكله. ده الساوند اللي بنعمل بيه دايلاتيشن للسيرفكس، ودي المقاسات يعني بوسع بواحد وشيل. هو على فكره السؤال بيجي كلمه، يعني هو يا ده ايه يعني بنقول ايه ده بس دايليترز بس كده خلاص فول ستوب. دول دايليترز طبعا، دايليترز هيبتدوا من اول كام ملي؟ حد يعرف كام ملي؟ 3 ملي يا دكتور. 3 ملي، لان الساوند 3 ملي، وده اللي ممكن يخش من غير دايليتيشن. الساوند اليوتراين ساوند الحاجه الوحيده اللي بتخش من غير دايليتيشن هو 3 ملي. فبالتالي انا ببتدي بالدايليتور من اول 3 ملي وبعدين اعلى بعد كده. دول محتاجين انستيزيا ولا مش محتاجين؟ محتاجين انستيزيا لاني بعمل سيرفايكال دايليتيشن. محتاجين انستيزيا لان الحاجه الوحيده اللي محتاجه فعلا انستيزيا هو السيرفكس، الدايليتيشن بتاع السيرفكس. السيرفكس از سنسيتيف اونلي تو دايليتيشن، هو مش سنسيتيف لاي حاجه تانية. انا ممكن اعمل كراي واخد بايوبسي، اعمل كونايزيشن، اي حاجه من غير انستيزيا، لكن لو جيت ان انا اعمل دايليتيشن للسيرفكس بالدايليترز دول يبقى ديفينتلي انا محتاجه انستيزيا. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن ينتج عنها استخدام الدايليتر ده؟
ممكن لو مش proper anesthesia مثلا تعمل شوك، ممكن يعني يحصل laceration لو هي يعني مفيش sterilization كويس فتعمل infection، ممكن تعمل cervical incompetence. Definitely صح. ممكن perforation. فهو البرفوريشن يا جماعة بيبقى أكتر مع اليوترين ساوند. ليه؟ لأن اليوترين ساوند هو اللي أنا بدخله وأنا مش عارفة قوي اللنث بتاع اليوترس ده، أنا بستخدم الساوند أصلا عشان أعرف اللنث بتاع اليوترين كافيتي قد إيه، لكن بعد كده أنا ببتدي بخش مثلا بدايليتور عشان أوسع، خلاص أنا بقيت عارفة اللنث قد إيه، فأنا جاست أن أنا بخش للسيربكس، أنا مش محتاجة أوصل للفندس أوف ذا يوترس. لكن في اليوترين ساوند أنا محتاجة أوصل للفندس أوف ذا يوترس، عشان كده الساوند هو اللي ممكن يعمل perforation. لكن صعب قوي إن إحنا نعمل perforation بدايليتور، لأن أنا مش بخش لحد الفندس، أنا بخش في الدايليتور بس جاست الانترنال أص، إن أنا أعمل دايليتيشن للانترنال أص، فصعب قوي 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 إن أنا أعمل perforation بدايليتور، يعني it's extremely difficult. لو حد حتى عايز يعملها صعبة، لأن هو ما هو عارف اليوترين كافيتي هو أساسا مش بيوصل للفندس، هو جاست إن هو بيخش في الانترنال أص، فبنستخدم فعلا الدايليتورز ده under general anesthesia أو spinal anesthesia، المهم تبقى العينة واخدة anesthesia يعني، وبنبتدي gradual، لازم يبقى gradual dilatation، لأن لو عملت forcible dilatation ده ممكن يعمل laceration للسيرفكس وpredispose بعد كده لincompetent isthmus، وطبعا ممكن قوي يحصل fibrosis بعديها وcervical stenosis، يعني ممكن يحصل يا كده اللي هو incompetent isthmus أو يحصل cervical stenosis، فدي المشاكل بتاعت الدايليتور. ولو ما استخدمناش proper anesthesia يعني كانت light anesthesia اللي واخدها دكتور البنج ما كانش مديها proper anesthesia، ممكن قوي ان هو يحصل لها neurogenic shock من البين بتاع الدايليتيشن. فده بالنسبة للدايليتورز، وقلنا ان هي بتستخدم under anesthesia. في سؤال في الدايليتورز دي؟ ايه ده؟ حد يعرف ايه ده؟ uterine sound. Uterine sound هو graduated، اليوترين ساوند بيبقى graduated وبيبقى الدايمتر بتاعه 3 ميلي، لان هو ممكن ان انا هو ممكن ادخله من غير انستيزيا ده. بنستخدمه فين من غير انستيزيا؟ الاي دي. لو جيت اعمل انسرشن لاي دي بالظبط، في الاي دي انسرشن عشان اقدر احدد لازم بالظبط كده، لازم لو انا عايزه اركب اي دي اعرف اللنث بتاع اليوترين كافيتي قد ايه، فدفنتلي هو بيستخدم موجود في العياده الخارجيه عادي يعني ده، لكن بقيه الحاجات الدايليتر والكرات والكلام ده دول موجودين في اوضه العمليات بس، لان هو لازم انستيزيا، لكن الكاسكو سباكولم السيم سباكولم ده موجود، وطبعا الدوين موجود في اوضه العمليات بس، لكن الساوند الكاسكو او السيمز دول موجودين عادي في العيادات الخارجيه لان مش محتاجين انستيزيا، وبيستخدموا عادي كاوت بيشنت بروسيدجر، فنو نيد فور انستيزيا. الساوند ده يعني اكتر مشكله ممكن يعملها او كومبليكيشن اللي ممكن يعملها الساوند هو ايه؟ بيرفوريشن. طب ولو حصل بيرفوريشن وانا مستخدمه الساوند ده هعمل مانجمنت للبيرفوريشن ده ازاي؟ هدي انتي بايوتكس ومونيتور الكونديشن بتاع البيشنت، ولو يعني لا هو عادة perforation بيجي لوحده، لو حصل لها يعني بدأ يحصل مثلا تكيكارديا. تفتكري ان هو هيحصل لها اي مشاكل مع الساوند؟ لا متهيألي هيخف لوحده، ان هو بيبقى اسمه ده صغير قوي. طب انا عملت لها الترا ساوند عشان اشوف اخبارها ايه واخبار اليوترس فيه perforation ولا لا، هلاقي ايه؟ هلاقي نورمال يوترس ولا هلاقي في ديفكت في اليوترس؟ حد يعرف يا دكاتره؟ ممكن الاقي مينيمال فلويد في الباوتش. هيبقى نورمال بالظبط كده، هيبقى نورمال يوترس، هيبقى نورمال يوترس، لان الديفكت 3 ملي ده مش هيبان باي الترا ساوند، ده فيري سمول ديفكت، عمره ما يبان لي باي الترا ساوند في وسط المايوميتريم ده، فبالتالي انا ممكن قوي تكون العينه فعلا حصل فيها بيرفوريشن، اجي اعمل لها الترا ساوند هلاقي ان هو نورمال يوترس، ده مش معناه انها مش بيرفوريتد سو لونج ان انا دخلت بالساوند طويل، لان انا عارفه ان طول اليوترس 7.5، ما هو 1 باي 2 باي 3 انشز، يعني 2.5 في 5 في 7.5 سنتي، فطالما دخلت اكتر من 7.5 8 سنتي خلاص يبقى ده اليوترس ده فعلا انا دخلت بقى بيرفوريتد، حتى لو عملت الترا ساوند ما لقيتش البيرفوريشن هو بيرفوريتد، فخلاص ابورت البروسيجر اللي انا بعمله، يعني ما ينفعش اركب لها بقى اللولب ولا اعمل لها اللي انا كنت عايز اعمله، او لا تستنى بقى 3 شهور لحد ما يحصل هيلينج لليوترس ده، تستخدم اي ميثود اوف كونتراسبشن وبعدين تجي لي بعد 3 ل 6 شهور عشان ابقى اركب لها اللولب، لكن ما ينفعش ان انا اروح مكمله البروسيجر بتاعي طالما ان انا عملت الترا ساوند وما لقيتش البيرفوريشن، لان البيرفوريشن ممكن قوي ما تبانش باي الترا ساوند سو لونج ان هي كانت معموله بيرفوريشن بالساوند. في سؤال في الساوند؟ طيب حد يعرف ايه ده؟ اللي يعرف يقول، لو حد ما لو مش عارفين ما يجراش حاجه،
لو حد عارف هو متأكد يرفع ايده. فولسلم ده فولسلم. وليه قلنا عليه فولسلم؟ لان لو شفتوا التيب بتاعه هتلاقوا ان هو فيه كده تيث كتيره، يعني فيه زي سنان، فيه زي سنان، لان احنا عندنا فيه سنجل توس فولسلم ومالتيبل تيث فولسلم، لكن اللي بنستخدمه المالتيبل، لان لما نحط الباور على كذا بوينت بتبقى ساعتها الجراسب مش كبيره على كل على مكان معين، بتبقى اوريدي الباور ديسبيرست على كل السيرفكس. لكن لو انا استخدمت السنجل توس ده بيبقى الباور كلها على نقطه معينه من السيرفكس، فده ممكن يعمل لاسريشن للسيرفكس الانتيريور ليب او البوستيريور ليب. عشان كده دايما بيبقى استخدامنا للمالتيبل تيث فولسلم. طب انا بستخدم الفولسلم ده ليه؟ يعني بستخدمه في الدايلاتيشن، بستخدمه في عشان اعمل كيراتج، بستخدمه عشان ادراستي السيرفكس ولا الفاجينا؟ الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس، بالظبط كده، اجراس بالانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس. لو انا عايزه اعمل بقى اي مانوفر، لو انا عايزه اروح مركبه ساوند واشوف اليوتراين كافيتي لانس، اركب اي دي، وطبعا ممكن يستخدم جوه اوضه العمليات برده، هيبقى موجود. لان لو جينا نعمل دايليتيشن اند كراتج، ما انا لازم عشان استخدم الدايليترز اكون برده ماسكه الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس عشان اعمل ستريتنينج لليوتراين كافيتي واقدر ادخل الدايليترز. فبالتالي الفولسلم هو في حد ذاته لوحده محتاج انستيزيا ولا مش محتاج انستيزيا؟ يعني انك انت هتركب فولسلم ده محتاج انستيزيا ولا مش محتاج انستيزيا؟ مش محتاج. لان هو جراسبينج السيرفكس ده، السيرفكس از نوت سنسيتيف تو جراسب او بريشر او كده، هو سنسيتيف اونلي تو دايليتيشن، فبالتالي ده مش بينفل، فمش محتاج انستيزيا، بدليل ان احنا لما بنركب لولب وبنستخدم الفولسلم مش محتاج اكون مديها اي نوع من الانستيزيا، وبيستخدم كاوت بيشنت. فده بالنسبه للفولسلم. وما يعني الكومبليكيشن بتاعه الفولسلم ان هو ممكن يعمل لي ايه؟ سيرفايكال تير، ممكن يعمل لي لاسيريشن للسيرفكس او تيرز في السيرفكس او كده، بالذات لو كان سنجل توست فولسلم هو اللي ممكن يعمل لي اكتر كده. في حد عنده سؤال في الفولسلم يا دكاتره؟ اللي رفع ايده منا، عندك سؤال هنا؟ اي دكتور، هو مش مفروض انا بشد السيرفكس فده بيبقى بينفل او بيعمل زي اريتيشن زي السفكر، يعني زي الدايليتور بالظبط، فما ينفعش المفروض يعني مش عليا منا، بس يعني ليه قلتي ان الفولسلم زي الدايليتور؟ هو الدايليتور بيعمل دايليتيشن عشان بيشد السيرفكس، بيعمل تراكشن. مين اللي بيشد السيرفكس؟ هو الفولسلم هو اللي بيعمل تراكشن على السيرفكس. هل السيرفكس سنسيتيف تو تراكشن؟ لا صح، دايليتيشن صح. اوكي اوكي. في سؤال هنا في الفولسلم يا دكاترة؟ دكتور معلش، هو ليه مش بيستخدم في الباب سمير؟ يعني ليه لما باجي بقى اصل انت لما تيجي تاخد باب سمير انت عايز تاخدها من اول ثرو السيرفكس ال 360 درجه، لو انت حاطط الفولسلم في مكان ده هيمنعك انك انت تاخد باب سمير. هو بس يعني ازاي هتعملها؟ يعني ما ينفعش انك انت تبقى ماسك على السيرفكس وبتاخد باب سمير، هيبقى في حته انت ما قدرتش تاخد منها سايتولوجي، يعني الحته دي مش هتبقى انت واخد منها سايتولوجي. تمام اوكي. طيب نكمل، في حد عنده سؤال تاني في الفولسلم ده يا دكاتره؟ منا عندك سؤال؟ انتوا سامعيني؟ لا يا دكتور. ممكن تنزلي ايدك كمان؟ مش شكرا. طب ايه ده؟ ده فولسلم برضو ولا ده ايه؟ اوفن بورسبس. لا ده اوفن بورسبس. بالظبط كده. اوفن ليه؟ عشان من قدام كده، يعني من قدام الحلقتين دول بنسميهم اوفن فورسبس، زي الاوفن او اكتشلي عشان احنا بندخله ونجيب بيه البرودكتس اوف كونسبشن اللي موجوده. ليه قلنا عليه فورسبس؟ لانه فيه لوك في، يعني عند المكان اللي هو اللي بنمسك بيه في الصوابع دول بنحطهم، هتلاقوا ان هو فيه لوك، ات كان بي لوكت، فعشان كده قلنا عليه اوفن. سوري ده اسمه رينج فورسبس. رينج فورسبس يا دكاتره هو اللي بيبقى فيه لوك. الاوفن اللي هو اللي بعديها ده هو ده اللي ما فيهوش لوك. الاوفم شايفين فوق عند مكان الصوابع ده ما فيهوش لوك، ده اللي هو اسمه اوفم فورسبس. هو اوفم من قدام عادي زي التاني بالظبط، زي اهو زي الرينج بالظبط. الرينج هو اللي بيبقى فيه لوك، لكن الاوفم ما فيهوش لوك. شايفين الفرق بين الاثنين؟ الاثنين من 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 قدام اللي هي الحته اللي بتخش جوه اليوتراين كافيتي، الحته اللي داخله جوه اليوتراين كافيتي بتجيب الاوفم او بتجيب البرودكتس اوف كونسبشن. خلاص الرينج بيبقى فيه لوك، اللي هو ده الرينج ده فيه لوك، ده اسمه رينج فورسبس. والاوفن فورسبس ما فيهوش لوك، يعني it cannot be locked. فلو انت عايز تعمل لوكينج فبتستخدم الرينج، لو انت مش عايز تعمل لوكينج بتستخدم الاوفن.
تاني. طب يبقى كده يعني ايه الفكره؟ الفكره احنا بنستخدم طبعا الاوفن فورسبس اللي هو ده الاوفن اللي هو ما فيهوش لوك، عشان لو بنجيب البرودكتس اوف كونسبشن او يعني داخله اجيب ميست ابورشن او كده، او اجيبه كله على بعض او انفيتابل ابورشن اخش اجيبه كله على بعضه، فبستخدم الاوفن فورسبس ده. امال ايه فايده الرينج؟ لو ساعات في العمليات مش موجود الاوفن فبنستخدم الرينج لكن من غير ما نعمل له لوكينج، او ساعات بنمسك البريجننت يوترس واحنا بنعمل ايفاكويشن في ابورشن بنستخدمه بدل ما بنستخدم ما بنمسك السيرفكس بفولسيلم بنمسكه برينج، لان الرينج بيبقى احن على السيرفكس، لان السيرفكس طبعا بيبقى ايديماتس وصافت وكده طالما ان هو بريجننت سيرفكس. فممكن قوي لو انت مسكته بالفولسيلم اللي هو المنظر ده بالتوث حتى لو هو مالتيبل تيث برضو يحصل لك بليدنج بوينتس على السيرفكس. فعشان كده لو هو pregnant uterus بنفضل ان احنا ما نمسكوش بالفولسيلم لكن نمسكه بالرينج فورسبس ده. فالرينج فورسبس ده ممكن ان هو يستخدم عشان تراكشن على السيرفكس لو هو pregnant cervix. لكن لو انا بعمل مثلا endometrial biopsy في واحده gynecology patient يبقى عادي بنستخدم الفولسيلم عادي، لكن لو انا بستخدمه في evacuation في abortion يبقى احسن ان انا استخدم الرينج ما استخدمش الفولسيلم، لان الفولسيلم ممكن يعمل لي bleeding point على السيرفكس. الاوفن بقى هو ده اللي احنا بندخله جوه، يعني ايه السيكونس مثلا لو هي واحده جايه لي بانفيتابل ابورشن بعدها لايسوتومي بوزيشن، طبعا الست بتاخد بنج وبعدين بعد كده ما بحتاجش ان انا اعمل دايلاتيشن لان هي اوريدي انفيتابل ابورشن يعني السيرفكس اوبن، بس لازم امسك السيرفكس عشان اقدر اعمل عليه تراكشن فبالتالي اخش جوه اليوترس. امسك السيرفكس بايه؟ ممكن امسكه بفولسيلم بس الاحسن ان انا امسكه برينج فورسبس وبعدين اروح مدخله، مش محتاجه بقى استخدم دايليترز، بخش على طول بالاوفن فورسبس ده بجيب الكونتنتس. لو كانت هي ميست ابورشن فمحتاجه دايلاتيشن فبستخدم الرينج امسك على الانتيرير ليب اوف ذا سيرفكس وبعدين ابتدي ان انا اعمل دايلاتيشن بالدايليترز لحد ما اوصل لحجم معين وبعدين اروح مدخله هذا الاوفن فورسبس يجيب لي البرودكتس اوف كونسبشن. طب وبعدين بعد ما اجيب البرودكتس اوف كونسبشن الكونسبتس برودكت بهذا الاوفن بروح جايبه بقى الكرات معلقه الكحت عشان اكحت بقايا الممبرينز او كده اللي موجوده، بس طبعا يبقى لايت كراتج ما وصلش للبيزل لاير اوف ذا اندوميتريوم عشان ما اعملهاش انا اشرمان سيندروم. فده المنظر او السيكونس اللي احنا بنعمله لو جايه لنا يعني عيانه محتاجه انها تعمل كحت. لو عيانه بتعمل كحت وهي اساسا جاينيكولوجي بيشنت يبقى اللي احنا بنعمله لايسوتومي بوزيشن وجنرال انستيزيا او سباينال انستيزيا وبعدين افيجوالايز السيرفكس احط ريتراكتور او سبيكولوم افيجوالايز السيرفكس امسكه بفولسيلم وبعدين اعمل بقى يوتراين كافيتي ساوندينج وبعدين دايلاتيشن وادخل الكرات واعمل كراتج. طبعا هنا مش محتاجه ان انا استخدم اوفن فورسبس، انا بستخدم اوفن حتى من اسمه ان هو يكون عندي برودكتس اوف كونسبشن موجوده جوه. فده الاوفن فورسبس بيستخدم في واحده انها تكون بريجننت وفي برودكتس اوف كونسبشن انا عايزه اجيبها، لكن لو هي جاينيكولوجي بس يبقى بستخدم معلقه الكحت مش محتاجه استخدم الاوفن. بعد استخدام الاوفن طبعا بنستخدم بعديها معلقه الكحت عشان نجيب بقيه الممبرينز اللي موجوده جوه. في حد عنده سؤال في الثلاثه اللي ورا بعض دول اللي هو الفولسيلم او الرينج او الاوفن؟ في حد رافع ايده زياد اتفضل. ايوه انا عندي سؤال. يعني احنا عندنا الرينج فورسبس ما بيخشش اساسا اليوترس، هو مجرد زي الفولسيلم بيمسك بس الانتيريور ليب والاوفم هو اللي بيخش بس. لا ممكن تدخله جوه برضو، انت ممكن تدخله جوه بس خلي بالك ما تقعدش تعمل له لوكينج بقى لان كده مش هتعرف انك انت تجيب، يعني هو في لوك انت ممكن تدخله جوه بس انا بقول لك استخداماته الاكتر بيبقى انك انت تمسك الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس لانه بيبقى لوكت، لكن الاوفم مش هينفع تمسك بيه الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس. هتمسكه ازاي؟ ما ينفعش، مش بيتقفل، ما هو يعني ايه مش بيبقى لوكت؟ ما هو مش هيتقفل، فانت كده هتمسك بيه السيرفكس وبعدين ما هو مش هيقفل عليه. فعشان كده انت لازم تستخدم الرينج لان هو الرينج هو اللي كان بيلقط فبالتالي يقدر زي ما زي. طب انا ما خدت حد خد مني كنترول فانا مش عارفه يعني اوريكم الصور. يعني شايفين الفولسيلم طبعا في لوك الفولسيلم لان الفولسيلم لازم يعني الحاجات اللي همسك بيها السيرفكس ما هو لازم يبقى لوكت عشان انا بمسك وخلاص بسيبه بقى واستخدم ايديا بقى ايدي الثانيه بعمل بيها حاجه، فالفولسيلم برده لوكت والرينج برضو لوكت. ممكن استخدمه كأوفم من غير ما اعمل لوكينج او استخدمه كفولسيلم وبعمل لوكينج لو هو بريجننت يوترس. يعني الرينج يستخدم ممكن زي الفولسيلم او استخدامه زي الأوفم. واضحه كده يا زياد ولا ايه؟ اه كده وصلت تمام يا دكتور شكرا. في حد عنده سؤال في دول يا دكاتره؟
طبعا بالنسبه للاوفن فورسبس ده بيخش جوه اليوترس، اللي هو اوفن فورسبس اللي هو ده بيخش جوه اليوترس، فده محتاج انستيزيا ولا مش محتاج انستيزيا؟ اكيد هيحتاج بقى، اكيد هيحتاج طبعا، ده بيخش بعد الدايلاتيشن، فديفينتلي محتاج الرينج فورسبس ده. لو انا بس جاست ان انا همسك بيه الانتير ليب مش هيحتاج، لكن لو انا هستخدمه زي الاوفن واخش جوه اليوتراين كافيتي يبقى اكيد برضو هيحتاج. طيب حد يعرف ايه ده؟ حد رفع ايده ولا مفيش حد رفع ايده؟ مش حد رفع. بص يا دكاتره، دي عامله زي الابره او الكانيولا، كويس؟ كانيولا اتش اس جي كانيولا. دي اتش سي جي كانيولا، اتش اس جي يعني هيستروسالبنجوجرافي كانيولا، بالظبط كده. الكانيولا دي الحته اللي هي التب بتاعها ده، دي هي اللي انا بدخلها جوه السيرفكس. طب وبعدين الحته اللي في الاخر بقى دي بروح ماسكه السرنجه طبعا من غير السن، وبيكون فيها المحلول اللي انا هحقنه في الهيستروسالبنجوجرافي، اللي هو بنحقن ايه الداي اللي احنا هنحقنها في الهيستروسالبنجوجرافي. جاستروغرافين، يوروغرافين، بنستخدم يوروغرافين او ليبيدول، يعني ممكن نستخدم ليبيدول او يوروغرافين، دول اللي بيستخدموا في الهيستروسالبنجوجرافي. طبعا ما بنستخدمش مثلا لوجلز ايودين، لوجلز ايودين او شيلر ايودين ده اللي بيستخدم لو انا بعمل زي كولبوسكوبي وبعمل بينتنج، لكن ما بدخلوش جوه الهيستروسالبنجوجرافي. ولا بستخدم طبعا اساتيك اسيد ده برضو بيعمل بينتنج بتاع الباب سمير. ولا بستخدم ميثيلين بلو ده اللي بنستخدمه في اللاباروسكوب. فالهيستروسالبنجوجرافي الداي اللي احنا بنستخدمها يا اما يوروغرافين يا اما ليبيدول. اليوروغرافين ده ووتر بيست، والليبيدول ده ليبيد بيست او فات بيست. فبالتالي بحط السرنجه اللي فيها الداي واحقن الداي دي. فطبعا لما حقنت هذه الداي هي مشت في الكانيولا، لان دي كانيولا يعني فيها من جوه كافيتي، في كانيولا لحد ما تخش جوه اليوتراين كافيتي بالتيب ده، والتيب ده 3 مللي، فبالتالي مش محتاج انستيزيا. احنا بنعمل هيستروسالبنجوجرافي ويزاوت انستيزيا، لان الكانيولا التيب بتاعها 3 مللي، وهي دي اللي بتبقى داخله جوه السيرفكس، وبتخش بقى الداي ثرو السيرفكس لجوه اليوتراين كافيتي. فبنحقن كده كل الكافيتيز، هتاخد بقى الداي اللي هي سواء كانت اليوترس اليوتراين كافيتي او الفالوبيان تيوبز الاثنين، طالما ما عنديش ابستراكشن، والداي هتخرج من التيمبرال اند اوف بوث فالوبيان تيوبز للبريتونيال كافيتي، وتبقى ديسبيرسد بكل الانتستاين موفمنت انسايد البريتونيال كافيتي. فدي هيستروسالبنجوجرافي كانيولا فعلا، وبتستخدم عشان نعمل الهيستروسالبنجوجرافي، وبيتحقن فيها الداي سواء كانت الداي دي يوروغرافين او ليبيدول، لكن ما ينفعش انك انت تحقن فيها اي حاجه تانية، يعني ايودين ولا اساتيك اسيد ولا مش عارف ميثيلين بلو، ما بيتحنقوش في الهيستروسالبنجوجرافي، لكن ليهم استخدامات اخرى، لكن مش الهيستروسالبنجوجرافي. ومحتاجه انستيزيا ولا مش محتاجه انستيزيا الهيستروسالبنجوجرافي كانيولا دي؟ مش محتاجة لأنها 3 ميلي، فبالتالي مش محتاجة أنستيزيا الهيستروسالبنجوغرافي كانيولا. بنعمل الهيستروسالبنجوغرافي بري منسترول بوست منسترول منسترويتنج إمتى؟ بوست ولا بريجننت ولا إيه؟ بوست ديفنتلي أكيد بوست، عشان ما تبقاش بريجننت، لأن لو عملته بري منسترول ممكن لحظها أنها تبقى بريجننت في الشهر ده، فبالتالي أنا هعمل انتربشن للأونجوينج بريجننسي، وطبعا ما ينفعش وهي منسترويتنج ونازل دم، وإلا أنا هحقن هذا الدم جوه فأجيب لها اندوميتروزيس وإنفكشن، فلازم تبقى بوست منسترول، فبنعملها بوست منسترول، ولازم ما يبقاش عليها إنفكشن. يعني لو أنا جاي أعمل لها هيستروسالبنجوجرافي ولقيت ان في ميوكوبيرلان ديسشارج نازل كده من السيرفكس، هقول لها مدام احنا هنبوسبون الهيستروسالبنجوجرافي لان عندك انفكشن، فانا كده هروح مدخله هذا الانفكشن جوه واجيب لك انا بي اي دي بايديا بلفيك انفلاماتوري ديزيز، فبالتالي ما ينفعش انها تتعمل وهي عندها انفكشن. في سؤال في الهيستروسالبنجوجرافي كانيولا يا دكاتره؟ ده ايه؟ ده مقص. طب ليه شكله غريب كده المقص؟ تفتكروا المقص ده ابيزياتو؟ أنهي نوع من الابيزياتو؟ lateral ابيزياتو. ميديو لاترال ولا مؤخر؟ ميديو لاترال على الساعة 3 أو الساعة 3 لاترال إيه بس؟ ميديو لاترال يا دكاترة، ميديو لاترال.
لا احنا لازم نمتحن بعد كده قبل الاطفال، ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما ينفعش. ميديولاترال ابيزيوتومي، فطبعا هو واخد كيرف كده عشان فعلا بنقص عند 45 درجه، فبالتالي هو اساسا نازل وهو اللي عامل الكيرف، بدل ما انت تعمل الكيرف بايديك فانت فهو عامل لك الكيرف نفسه، فبالتالي ده بيستخدم في الميديولاترال ابيزيوتومي. اني احسن الميديان ولا الميديولاترال، او اكشوالي ايه البنفيت اوف ذا ميديولاترال ابيزيوتومي اوفر الميديان ابيزيوتومي؟ لا ما توصلش الانل سفنكتر بالظبط. الحاجه الميزه الوحيده بالظبط هي دي الميزه الوحيده بس، انها ما توصلش للاكسترنال انل سفنكتر، فبالتالي ما تجيبليش بيرينيال تير، لكن يعني كومبليت بيرينيال تير يعني ان هو يوصل للانل سفنكتر. اقدر اسال لو وصل للانل سفنكتر يبقى انهي ديجري؟ ثيرد يعني ثيرد ديجري فعلا. وطبعا طب لو وصل بقى للريكتال ميكوزا هيبقى انهي ديجري؟ فورث بالظبط كده، فورث ديجري. فهو ده ابيزيوتومي سيزرز. تتحسدوا لو النبي تتحسدوا فعلا. طيب هو ده هيبقى الابيزيوتومي، ده بيستخدم سيزر عشان يستخدم للابيزيوتومي الميديولاترال ابيزيوتومي. انستيزيا ولا من غير انستيزيا يا دكاتره؟ هي في عملية أساسا يعني لوكال لوكال انفلتريشن بالظبط كده، مش محتاج سباينال أو جنرال، هي كفاية لوكال انفلتريشن أنستيزيا للإبيزيوتومي بالظبط كده. في سؤال يا دكاترة في الإبيزيوتومي سيزر؟ هو اسمه إيه؟ نفس السؤال هو ليه اسم يا دكتور؟ هو اسمه كده إبيزيوتومي سيزر. تمام أوكي. دكتور الميديال إبيزيوتومي مختلف عنه؟ لا بيبقى مقص عادي زي المقصات العادية زي اللي موجودة عندك بتخيطي بيه في البيت. تمام اوكي. في حد عنده سؤال يا دكاتره؟ كده نبقى خلصنا الانسترومنت اللي هو فيها تو ستيشنز، كده يبقى فاضل لنا اربعه ستيشنز. نتكلم بقى على الهيستروسالبنجيوغرافي، وكنا لسه اساسا شايفين الكانيولا بتاعه الهيستروسالبنجيوغرافي، قلنا الداي اللي احنا هنستخدمها ايه، الداي اللي احنا بنستخدمها يوروغرافين او ليبيدول على حسب يوروغرافين او ليبيدول بالظبط كده. يوروغرافين او ليبيدول هما دول الدايز اللي احنا بنستخدمها، وبنستخدمها اني وقت بري منسترال بوست منسترال منسترويتنج بريجننت. ايه رايكم؟ بوست منسترال نو انفكشن عشان ما اقدرش اعمل البي اي تي نفسي بالظبط. بوست منسترال ما يكونش عندها انفكشن. طب والبريجننت استخدمه لها امتى؟ ما هي ما عندهاش منسس خالص، استخدمه بقى كده امتى؟ ما ينفعش خالص بالظبط كده. فده بالنسبه للهيستروسالبنجيوغرافي. طب ايه المنظر ده؟ ده شوينج ايه؟ هيستروسالبنجيوغرافي شوينج ايه؟ طبعا هو الاسكي هيجي لكم مثلا ايه اول سؤال، ده ايه ده؟ الترا ساوند ولا سي تي ولا ام ار اي ولا هيستوجرام؟ طبعا ده هيستوجرام، فده هيبقى نمرتين كده، انت خدت النمرتين. هيقول لك بقى الهيستوجرام ده مثلا بيستخدم ايه، بري ماسترا بوست ماسترا ما اعرفش ايه، فهتقول له هيقول لك الداي بتاعتها ايه، ويجيب لك كذا داي فانت تختار الداي الصح. واخر سؤال بقى اللي بيقول لك ايدنتيفاي، هو ده نورمال ولا اب نورمال، وايه الاب نورماليتي اللي موجوده فيه؟ يعني دي حد يعرف يقول لي ايه الاب نورماليتي اللي ولا ده نورمال؟ bilateral hydrocephalus ده bilateral hydrocephalus، لان انا عندي uterine cavity باينه كويس قوي، uterine cavity triangle بتاع uterine cavity باين، فما عنديش uterine defect، وعندي both tubes dilated الناحيتين ومفيش داي طالعه من التيوبس، فده bilateral hydrocephalus طب الست دي لو عايزه تحمل ولا ما تحملش؟ نعمل لها ونعملها اي بي اف بالظبط كده. ما ينفعش تحمل غير باي بي اف، لكن قبل الاي بي اف لازم اعملها باي يا اما بايلاترال سالبنجكتوميز او بايلاترال تيوبل ديسكونكشن، عشان الفلويد اللي موجود جوه الهيدروسالبنجز ده ما ينزلش جوه اليوتراين كافيتي ويبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفم او الامبريو اللي احنا نقلناه. فده هيستروسالبنجيوغرافي شوينج بايلاترال هيدروسالبنجز. في حد عنده سؤال في الصوره دي؟ اللي بعده طيب الصوره دي فيها ايه؟ ايه رايكم؟ نورمال ولا اب نورمال؟ اليوتراين كافيتي نورمال، الاوتلاين بتاع اليوتراين كافيتي تراينجل ونورمال ولا في مشكله؟ نورمال. طب التيوبس نورمال الاثنين فيها، هل فيهم بروكسيمال تيوبل بلوك او ديستال تيوبل بلوك؟ هو باينين عادي يعني مش طيب. باينين اول ثرو عادي يعني فيلامنت عادي، وبعدين لحد الاخر كده الاخر في دايليتيشن. ليه؟ لان الفيمبريال اند اساسا بتبقى انفانديبلوم، اسمها انفانديبلوم زي الامع، فهي اصلا الفيمبريال اند دايليتد. طب ليه ما قلتش عليها ان هي هيدروسالبنكس؟ لان في داي طالعه بره، في داي موجوده طالعه بره في البريتونيال كافيتي، فبالتالي ما فيش ابستراكشن شكل يعني مش بس انا بتكلم على التيوبز، يعني التيوبز نورمال ولا اب نورمال تيوبز؟
يعني ممكن يبقى عندي peritoneal adhesions جنب التوب peritubal adhesions ماشي، بس التوبز نفسها normal ولا abnormal؟ normal tubes. normal normal tubes، فده normal uterus وbilateral normal tubes، لأنه ولا عندي proximal tubal block ولا عندي distal tubal block. ده مش المنظر بتاع الهيدروسالبينكس خالص، أهو شايفين المنظر بتاع الهيدروسالبينكس الاثنين منفوخين للغاية وما فيش ولا نقطة داي طالعة برا التوب. لكن المنظر هنا مختلف، ده في هم في داي طالع، اولا هي التوبة رفيعة يعني مش منفوخة ولا بالمنظر ده، وفي نفس الوقت في داي طالع منها. طيب بس احنا حاسين ان اخر حتة منفوخة، لازم تبقى اخر حتة منفوخة، ده الطبيعي، لان الفيمبريال اند اوف ذا تيوب اسمها الانفانديبلوم. احنا عندنا اول حتة الكورنيال اند وبعدين الاسميكال اند وبعدين الامبولاري بارت وبعدين في الاخر بيبقى عندنا الانفانديبلوم اللي هو طالع منه الفيمبريال اند او الفيمبريال بارت، بتبقى عاملة زي الانفانديبلوم كده، فبالتالي دي لازم تبقى منفوخة شوية. لكن طالما ان في داي طالع منها فده نورمال، فده منظر بتاع نورمال هيستروسالبينجيوغرافي، فنورمال اوتلاين لليوترس ونورمال اوتلاين للتيوبس. في سؤال هنا يا دكاتره؟ مين رفع؟ اتفضل دكتور. الصوره اللي قبلها المثلث الابيض اللي تحت ده عباره عن ايه؟ ايه رايك ده ايه؟ ممكن تكون الكانيولا بالظبط كده، الفيروس نيدل لسه شايفين، سوري الكانيولا الهيستروسالبينجيوغرافي كانيولا مش لسه شايفينها، هي ده شكلها. فطبعا هتبان لانها ميتال، فهتبان لك في الاكس راي اللي انت بتاخديها، لان دي ميتال، فلازم الميتال بيبان لك ابيض ابيض خالص، فهي دي. اوكي صح، شكرا يا دكتور. لا هي وهنا برضو ده 3 مللي تقريبا، 3 مللي ده التيب اللي بيخش جوه السيرفكس، لكن بقيتها دي ما بتخشش جوه السيرفكس، هي اللي بيخش الحته اللي هي ال 3 مللي التيب بتاعها هو ده اللي بيخش، لكن البتاع الكبيره دي ما بتخشش طبعا جوه السيرفكس. اوكي طيب، ودي قلنا نورمال هيستروسالبينجيوغرافي. في حد عنده سؤال لحد هنا؟ امال ده ايه؟ ده نورمال اوتلاين لليوتراين كافيتي ولا في مشكله في اليوتراين كافيتي؟ لازم بايكورنال؟ لا مش لازم طبعا، برافو عليكي، زي مش لازم، ممكن يبقى ده سبتم وبرود بيز للسبتم، ممكن تبقى مايوما فيلينج ديفكت ومايوما، ممكن يبقى عندي ادجيشنز في الحته دي او اشر مان سيندروم فبقى فيلينج ديفكت موجود هنا، فانا عندي فيلينج ديفكت موجود في اليوترس، فيلينج ديفكت ممكن يبقى بايكورنيو يوترس، ممكن يبقى سيبتيت يوترس، ممكن يبقى سابيوكس مايوما موجوده، فاندر سابيوكس مايوما، ممكن يبقى لوكالايزد اشر مان سيندروم في الحته دي، ممكن اي حاجه، بس انا ما عنديش اتس نوت ا نورمال اوتلاين اوف ذا يوتراين كافيتي. اليوتراين كافيتي فيه ابنورماليتي واتفر بقى، هيجيب لك في الام سي كيو ايه. طبعا لو قالك سبسيروس مايوما تنفع في الديفرنشال دايجنوزس؟ لا لا تعمل هنا، لا سبسيروس دي بره، هتبان لي ازاي جوه المنظار مش كده ممكن. ايوه انا انا بسال سؤالي يا دكاتره، احنا قلنا في الديفرنشال دايجنوزس ممكن تبقى سيبتيت يوترس بايكورنيو يوترس سابميوكس فاندل مايوما او تبقى لوكالايزد اشر مان سيندروم في الفاندس. فسؤالي اللي بعده كان لو جاب لك من ضمن الديستراكتورز دي سابسيرس مايوما، صح ولا غلط؟ غلط 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 مش هتبان خالص، هيبان لك نورمال لو هي ما عندوش غير سبسيرس مايوما، لو ما عندهاش غير سبسيرس مايوما يبقى هتبان لك نورمال اوتلاين لليوتراين كافيتي، لان سبسيرس مايوما دي مش هتبان اصلا. طب لو هي عندها انترستيشال مايوما مش انكروتشنج على الكافيتي، ممكن تبقى دي انترستيشال مايوما برضو؟ لا لا برضو لا مش هتبان لي اصلا خالص، بالظبط كده ما تبانش اساسا. طيب والفالوبيان تيوبز اخبارهم ايه؟ نورمال نورمال وطالع منها داي وكده، فنورمال اوتلاين للفالوبيان تيوب، ولا عندي بروكسيمال تيوب الابستراكشن ولا عندي ديستال تيوب الابستراكشن، والداي طالعه بره البيريتونيال كافيتي وفي بيريتونيال سبيل. في سؤال هنا يا دكاتره؟ ده ايه؟ طبعا هو لازم يحط لنا علامه رايت او ليفت عشان لو في باثولوجي نقدر نوصف ونقول الباثولوجي ده على الرايت سايد ولا على الليفت سايد، فبيحط لك R أو L أو كده يعني في المكان اللي عشان تبقى عارف الرايت من اللفت فيه. فده نورمال ولا أبنورمال هيستروسالبينجيوغرافي؟ أبنورمال. أبنورمال يوتراين كافيتي نورمال ولا أبنورمال يوتراين كافيتي؟ أبنورمال. آه ده شكله يوترس دايدلفس، ده شكله الاثنين هورن كده مكملين على اثنين سيرفيسيز كمان. فبالتالي أنا لو عايزة أعمل الهيستروجرام ده معمول إزاي؟ هو دكتور هو ازاي مش انا ممكن كده اخش بتو دايز او تو سيرنجز او تو كانيولي؟ بالظبط كده لازم تحط
انت لما حطينا السباكولم لقينا تو سيرفيسز عندنا فورمين باينين اثنين سيرفيكس، فبالتالي رحنا حاطين هيستروسالبنجوغرافي كانيولا في واحده وهيستروسالبنجوغرافي كانيولا في الثانيه وحقلنا على الناحيتين، فالهيستروجرام ده باين باثنين كانيولا، لازم احط اثنين كانيولا. لو لقيت انا قدامي اثنين سيرفيسز باين لي لما حطينا السباكولم الكاسكو سباكولم لقيت اثنين سيرفيكس، يبقى بالتالي لازم انا اعمل كانيوليشن للاثنين سيرفيسز دول واحقنهم بداي عشان اعرف الفالوبيان تيوبز على الناحيتين اخبارهم ايه، واليوتراين كافيتي برضو الاثنين اخبارهم ايه. فده فعلا نيوتروس دايدالفس، يعني اثنين نيوتروس. ده نتيجه لايه؟ ليه حصل المنظر ده؟ failure of fusion of two Mullerian ducts، لأن عندنا اثنين Mullerian ducts، فدول حصل failure of fusion of both Mullerian ducts، فبالتالي عندي اثنين cervices واثنين uteri والفالوبيان تيوبز اهم. طبعا هم كده كده ما بيحصل لهمش fusion لأن fusion بيحصل from below upward. طب الست دي تيجي تبريزنت بإيه؟ infertility طيب في ناس قالت infertility، هل دي ممكن يعني liable ان هي ليه جالها infertility؟ هو عشان ليه جالها infertility اللي قالوا infertility؟ لا ما هوش اللي رافع ايده، في حد رافع ايده عايز يشرح لنا ليه جالها infertility؟ سمر قول لنا ليه جالها infertility. ممكن عشان اللي هو الجزء اللي في النص ده مش يعني الاندوميتريوم بتاعه مش كويس، يعني مش ليه مش كويس، هو ده بايكورنيت ولا سبتيت؟ ليه مش كويس؟ ليه جالها سكند ترايمستريك ابورشن؟ انا شايفه يمكن علشان اليوترس صغير، اليوترس صغير يجي لها سكند ترايمستريك ابورشن. مش كان ليبر، ممكن تيجي تيرم ليبر بالظبط، ممكن تيجي كنت اقول هو يعني الفالوبيان تيوبز مليانين فممكن تجيب ابدومينال فين او حاجه. لا لا احنا بنتكلم على اليوترس الاول، احنا دي الفالوبيان تيوب ممكن يبقى فيها هيدروسايكلينز فتجيلنا بابدومينال فين عشان الهيدروسايكلين. بتكلم على اليوترس دايدالفس هتبريزنت باي ايه؟ طبعا منسز هتجيلها منسز عادي، دي مش امينوري. طيب هتجيلها ديسبارونيا، ممكن يجيلها ديسبارونيا ملهاش علاقة الا لو كان مكملها لونجيتودينال فاجينال سابتم، لو كانت مكمل ده انه في كمان زي اثنين سيرفيسز واثنين فاجيني كمان فممكن تيجي بديسبارونيا. طيب عايزه تحمل يجي لها ريكيرنت ابورشن. هو الميوميتريم هنا اخباره ايه، ويل ديفلوب ولا نوت ويل ديفلوب؟ ويل ديفلوب، داري ويل ديفلوب عادي، فيجي لها ابورشن بريترم ديبر. ما يجيلهاش ابورشن. السبتيت يوترس هي اللي جالها ابورشن، عشان كده لازم نعمل لها يوتراين ريسكشن للسبتم، سبتم ريسكشن هيستروسكوبيك سبتم ريسكشن. لكن البايكورنيو يوترس ده انا مش محتاجه ان انا اديله اي علاج. طب يجي لها انكومبتنت اسمس سكند ترايمستريك ابورشن ديو تو انكومبتنت اسمس، يعني لو الفيلير اوف فيوجن نكمل لتحت. ما هي عندها تو سيرفيسز، ده هي بالعكس ما عندهاش اونلي وان سيرفيس، فالاثنين دول في وان سيرفيس، الاثنين دول نازلين في تو سيرفيسز اهو، ما عندها اثنين سيرفيسز، فبالتالي دي مش انكومبتنت اسمس. طب تحمل في توينز، يعني عندها انسنس اوف توين فريجننسي اعلى من واحده عندها اونلي سنجل يوترس؟ لا طبعا بالظبط كده، ايه ده مش اعلى بس تحمل عادي، ملهاش اي علاقه يعني خالص. تحمل عادي في الناحيه اليمين في الناحيه الشمال، توين عندها نفس الانسنس بتاع واحده عاديه خالص. فيعني هي كل مشكلتها ان ممكن يجي لها بري تيرم ليبر، فبقى واخده بريكوشنز بتاعتي بتاعه البري تيرم ليبر. فبالتالي هل محتاجين انكم تعملوا لها يعني يونيفيكيشن او كوركشن للانومالي اللي موجوده ده؟ لا 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 يعني preterm labor، يعني لو هي عشان preterm labor بنديلها steroids بقى عشان نجارد against RDS او كده، وتولد في مكان في نيكيو بالظبط كده. في حد عنده سؤال في الصوره دي يا دكاتره؟ دكتور هو التيوبس بس، هو انا ليه ما قلتش سبتيت يا دكتور؟ يعني السبتم صعب قوي ان هو يبقى مكمل لحد السيرفكس، يعني صعب قوي ان هو يبقى سبتيت يوترس ونكمل لحد تحت كده. لكن لو قلتي سبتيت مش هنقول، حتى احنا دايما بنستخدم لفظ سبليت يوترس اكتر من بايكورنيت او سبتيت في الهيستروسالبنجوغراف، يعني ان اليوترس ده مقسوم بقى بسبتم، مقسوم ان هو بايكورنيت. ده هنقدر ان احنا نكونفيرم الدايجنوزس باي ايه؟ الهيستروسكوب هيوريك نفس المنظر، هتخش تلاقي تو كافيتيز. طب التو كافيتيز دول ديو تو ذا بريزنس اوف ا سبتم ولا تو هيستروسكوب
ما هو ده الهيستروسكوب. انت هتخش بالهيستروسكوب هتلاقي قدامك تو كافيتيز، الكافيتيز دول سيبريتد باي سبتم ولا سيبريتد باي ان هما مايميتر، مش هتعرف اللابروسكوب لان اللابروسكوب هو اللي من البطن هيبين لك هو احنا عندنا فاندس واحد ولا عندنا اتنين يوتراي. فده الكونفيرميشن ان كونفيرم او نفرق ما بين السبتيت يوترس ولا البايكورن يوترس ديفينتلي باي لابروسكوبي، لان لازم تبص عليه من فوق هو من فوق شكله ايه، هو الفاندس عندنا سنجل فاندس ولا اتنين. لكن لو دخلت بالهيستروسكوب من جوه اليوتراين كافيتي انت كده كده عندك تو كافيتيز، ما احنا عارفين ان هما تو كافيتيز، اللي بينهم ده ايه بقى، اللي بينهم ده سبتم ولا اللي بينهم ده مايوميترم، مش هتعرف وانت بالهيستروسكوب. حتى لو قلت لا اصل شكله ايه فاسكولار اكتر اصل شكله ايه، برده مش هتقدر تكونفيرم، مش هتحلف عليه. هتحلف عليه لو انت دخلت باللابروسكوب، ساعتها هتشوف فعلا انت عندك اتنين باديز بتوع اليوترس ولا عندك سنجل يوتراين بادي. فلو لقيته سنجل يبقى كده انت بتتعامل مع سبتيت يوترس، لو لقيت دبل يبقى انت كده بتتعامل مع بايكورنيت يوترس. واضح يا دكاتره؟ دكتورة كنت عاوز اسال بس، وهنا تيوبس هنعتبرها هيدروسالبينكس؟ ده هيدروسالبينكس. التيوبس برضو بايلاترال هيدروسالبينكس لان هي برضو يعني منفوخه بس مش طالع منها داي. طب التيوب اللي على الناحيه اليمين سوري الشمال، حد يقدر يقول لي هي واليمين برضو على فكره بس هي واضحه قوي في الشمال، هو الناحيتين واضحه فيهم فندم واضحه فيها ان هي التيوب دي مش بس هيدروسال، هي التيوب دي بيدد في التي بي كده. في التي بي بالظبط كده. التيوب بتبقى بيدد في التي بي يعني. ماشي طيب ايه ده بقى سهل ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انت فين يا شادي؟ انا كنت بس عايز اسال ايه الفرق ما بين السودو دايدلفس وال والترو دايدلفس، وهل الصوره اللي فاتت بتبقى هو ده ترو يعني ده فعلا هو احنا بنستخدمها دايدلفس بس يعني ترو سودو ده كان زمان قوي استخدام اللفظ ترو سودو على اساس ان هو مكمل بقى على ايه دبل فاجينا ولا سنجل فاجينا. فلما يكون كله اتنينات زي ده يعني ده كمان الفاجينا احنا داخلين بسباكولم كل واحده لوحدها، التاني اللي قبله كنا داخلين بسباكولم واحد في الفاجينا فكان سنجل فاجينا، فتقدر تقول على ده سودو دايدلفس لان انت داخل في فاجينا واحده وبعدين بعد كده رحت حائن في السيرفكس ده وحائن في السيرفكس ده. لكن انت من هنا انت داخل في دبل فاجينا من اساسه، فده ترو دايدلفس، اثنين فعلا يوتراي واثنين فاجيني واثنين سيرفيسيز وكل حاجه. فانت داخل هنا بسباكولم وهنا بسباكولم وداخل بكانيولا هنا وكانيولا هنا وبتحقن الناحيه دي وبتحقن الناحيه دي. اوكي في حد عنده سؤال في الصوره دي يا دكتور؟ معلش في الصوره في الصوره اللي فاتت هو في حته كبيره مقفوله قبل الهايدروسالفيس دي ما لهاش معنى دي بس الحته اللي بتبقى مقفوله في العادي اصلا ولا لا؟ هي مقفوله، هي ما بتبقاش مقفوله اصلا، هي لو مقفوله الداي مش هتوصل للحته عند الكورن مش ما هو الكورن حته اصلا مقفوله حته مش مقفوله يا لميس، بنقول عليها حته انت مش شايفاها مش مقفوله، مش شايفينها مش ان هي مقفوله. مش شايفينها ليه؟ لان ممكن تبقى فيلامنت رفيع او انت مش شايفاه او يبقى في ليفل تاني، ما هو ده 2 دي. لكن ممكن لو هي كانت ديب او سوبرفيشال عن كده ممكن ما تبلكيش. طب هعرف منين ان هو دي حته مقفوله ولا لا؟ ديفينتلي لو كانت مقفوله ما كانتش الداي عدت، ما هو الداي هتعدي ازاي لو هي مقفوله؟ كنت خلاص مش هتشوفي بقيه التيوب، كانت هتبقى مقفوله وتفضل مستمره مقفوله. يعني حاسه ان الضيق في الحته دي طول، يعني انا تخيلت ان هي حته ضيقه مثلا او حاجه بس هي هنا عشان الليفلز بس. بصي يا لميس، شايفه ده منظر نورمال تيوب، شايفه التيوب بتبقى شكلها ايه؟ شايفه الدايمتر بتاع التيوب اخباره ايه؟ It's a filament بدليل ان انت النورمال تيوب it cannot be seen by ultrasound. It's a filament، هي الطبيعي ان التيوب رفيعه جدا جدا فانت ما بتشوفيش التيوب، التيوب دي رفيعه قوي. فاو زي هنا برضو التيوب اهي من البروكسيمال اند حاجه رفيعه قوي قوي وبعدين بتشوفيها على الاخر لان بتبتدي توسع في الاخر. نفس القصه هنا لو ركزتي هتلاقي التيوب رفيعه قوي. طب ما شفتيهاش، طالما انه في داي بعديها يبقى اكيد هي موجوده. اصل هي لو مش موجوده ازاي هيبقى في داي عدت؟ ما هو لازم تبقى موجوده. اوكي تمام شكرا. في حد عنده سؤال يا دكاتره لحد هنا؟ طيب هم تهيلي كده خلصنا. لا لسه. طيب ايه ده دكتور؟ هو احنا اللي فات قلنا عليه دايدلفس معلش. ده برضو دايدلفس زي التاني بس ده كمان دبل فاجينا، يعني يمكن اللي قبله كان سنجل فاجينا لكن ده كمان بدبل فاجينا، انت داخل من كل حاجه لوحدها خالص. تمام جدا شكرا. طيب امال ده ايه؟ اليوترين كافيتي فيه مشكله ولا لا؟ أشرمان.
يعني ده intrauterine filling defect ممكن يبقى Usherman syndrome، ممكن يبقى multiple submucous myomata، يعني ممكن هو multiple filling defects جوه اليوتراين كافيتي. طبعا ممكن يبقى Usherman syndrome intrauterine adhesions localized في حتة معينة، لان مش كل اليوترس بدليل ان هو واخد داي، وممكن طبعا يبقى multiple submucous myomata ممكن. طب التوبز اخبارها ايه؟ مفيش proximal block او في proximal block قصدي؟ بالظبط، في proximal، في bilateral proximal block، يعني ده artifact اللي موجود، ده مش حاجه تبع التوب، لكن اللي هو على ناحية الشمال، لكن هي عندها يعني bilateral proximal tubal block، واليوترس نفسه فيه multiple filling defects، ممكن يبقى الفيلينج defects ده due to Usherman syndrome او multiple submucous myomata. في سؤال هنا يا دكاتره؟ اتفضلي. دكتور، هو في البراكس هي دلوقتي عندها بروكسيمال تيوبل بلاكج، فانا علشان اتاكد ان دوت مش فايبروزس لازم اعمل لابروسكوب، تمام كده؟ مش سباز، مش سباز. علشان افرق يعني ما بين فايبروزس وسباز لازم اعمل لابروسكوبي. ما هو مش فايبروز، مش شرط يبقى، ممكن تكوني انت شايلاها يعني، فاهمه؟ مش لازم فايبروزس، يعني انت عايزه تتاكدي اذا كانت البروكسيمال تيوبل بلوك ده فعلا بروكسيمال تيوبل بلوك ولا هو تيوبل سبازم. يعني بالمنظر ده انا ما اقدرش اقول للعيانه، يعني طبعا من غير وجود الاشرمان لو كان نورمال يوتراين كافيتي، فمش هقدر اقول لها لا روحي اعملي اي في اف اكسي، لان لازم الاول اتاكد ان هو ده بروكسيمال بايلاترال بروكسيمال تيوبل بلوك اللي هو اكونفيرم باي دايجنوستيك لابراسكوبي، لان ممكن ده يكون سبازم، لان احنا بنعمل هيستروسالبنجوجرافي من غير انستيزي، فممكن قوي يكون ده سبازم. فلو عملت لها لابراسكوبي هيبان لي هل ده كان فعلا سبازم ولا ده ترو بروكسيمال تيوبل بلوك. فلو طلع بروكسيمال تيوبل بلوك بايلاترال يبقى فعلا بتجو فور اي في اف اكسي، لكن لو هي كانت سبازم بايلاترال يبقى ساعتها بتروح تحمل عادي، مفيش مشكله. في سؤال هنا يا دكاترة؟ نوع كده عندك سؤال؟ لا خلاص، ميرسي يا دكتور. الدايل على الشمال تحت. الرايت ولا اللفت؟ لا لفت. اللفت يعني ده ارتيفاكت، ده ما هو ده مش تيوب او مش لوكالايزد اديجن او حاجه، لان التيوبه مش باينه خالص كلها، فده شكله ارتيفاكت. يعني ممكن لو كانت الست لابسه حاجه فيها معدن بتاع كده، حتى كوين في جبهه، يعني بتبان الحاجات دي كده كارتيفاكت يعني. هو سؤال تاني بس، احنا بنعكس ايدينا زي الاكس راي صح؟ لا اللفت بتقول عليه، يعني لو حطيت لك العلامه لفت يبقى ده بتقول عليها اللفت، لو حطيت لك العلامه ار عند الار يعني دي لفت، الارتيفاكت موجود على اللفت سايد، ما بتعكسش حاجه. اوكي تمام. في حد عنده سؤال هنا؟ قولي. في حد عنده سؤال؟ خالد امام اللابروسكوب بفرق ازاي ان هي سبازم ولا فايبروزس؟ لو هو الداي عدت، ما انت في اللابروسكوب الدياجنوستيك لابروسكوبي بتحقن بقى من تحت برضو داي، بس بتحقن ميثيلين بلو، هنا بتحقن ميثيلين بلو، وتشوف لو هي كده كده العينه اندر جنرال انستيزيا، فما فيش اي سبازم. لو كانت اساسا عندها سبازم كل ده الانفولانتري سموث ماسلز هتبقى ريلاكس، فلو هو كان سبازم الداي الميثيلين بلو دي هتعدي، فانت باللابروسكوب هتلاقي الداي دي موجوده انسايد ذا ابدومن، ما انت باللابروسكوب بتبص جوه الانترا بيريتونيال كافيتي، فهتلاقي الداي الزرقاء دي بتاعه الميثيلين بلو موجوده، فبالتالي كده يبقى هي ما عندهاش تيو ابروكسيمال تيوبل بلوك. تمام، شكرا يا دكتور. العب. نكمل يا دكاتره. طيب ده ايه؟ ايه الاخبار؟ ده اليوترس ده نورمال اوتلاين لليوتراين كافيتي ولا في مشكله في اليوتراين كافيتي؟ مظبوط حلو اليوترس كويس. طب التوبز اخبارها ايه؟ بايلاترال بروكسيمال تيوبل بلوك، بالظبط كده بايلاترال بروكسيمال تيوبل بلوك، فهي دي اللي محتاجه اعمل لها دياجنوستيك لابراسكوبي عشان اكونفيرم هل هو فعلا بايلاترال بروكسيمال تيوبل بلوك ولا جاست سبازم وهيفك مع الانستيزيا. فدي فعلا بايلاترال بروكسيمال تيوبل بلوك، المانجمنت بتاعها هيبقى دياجنوستيك لابراسكوبي عشان نكونفيرم هي فعلا كده، فمحتاجه تجو فور اي بي اف اكسي ولا هي جاست ان هو كان سبازم ويفك بعد كده. في سؤال يا دكاتره هنا؟ ده ايه؟ unilateral hydrosalpinx على left side proximal tubal block على ناحية اليمين، بالظبط كده، في ناحية عندها proximal tubal block والناحية التانية عندها hydrosalpinx. طب لو عايزة تحمل ينفع تحمل الست دي؟ ده بقى بعد ما نكونفيرم نكونفيرم بالمنظار ان هو البروكسيمال تيوبل بلوك ده فعلا بروكسيمال تيوبل بلوك مش ان هو سبازم.
فاتاكدنا ان هو بروكسيمال تيوبل بلوك. تحمل ولا ما تحملش وتحمل ازاي؟ اي في اف اكسي واعمل تيوبل ديسكونكشن. اعملها الاول تيوبل ديسكونكشن على الناحيه دي وبعدين تجو فور اي في اف اكسي. في حد عنده سؤال هنا يا دكاتره؟ دكتور هو انا ممكن اعملها تيوبل ديسكونكشن وت جيت بريجننت فروم لو الفليبيان تيوب اللي هي الثانيه هيلسي من غير ما تحتاج اي في اف؟ بس ما عشان كده قلنا دي هنتاكد بس ان البروكسيمال تيوبل بلوك ده فعلا بروكسيمال تيوبل بلوك باي لابراسكوبي. فلو طلع فعلا بروكسيمال تيوبل بلوك يعني انت بتاخدي لها كونسنت طبعا واحد بس، هتقولي لها هنعمل لك دايجنوستيك لابراسكوبي ام بروسيد. لو لقينا في الدايجنوستيك لابراسكوبي ان التيوبه دي سليمه خلاص خير وبركه، بس كده كده لازم نعمل لها تيوبل ديسكونكشن على الناحيه عشان ازود الريت بتاع البريجننسي، لان التيوبه دي كده كده مش شغاله لكن بتعمل لي درو باك ان هي بتنزل لي الانفلاماتوري او توكسيك فلويد ده. فهروح أفللها التيوب اللي فيها هيدروسالبينكس، ولو لقيت ان دي شغالة عادي ما فيهاش بلوك هقولها روح احملي طبيعي، لو لقيت ان دي فيها بروكسيمال تيوب البلوك هقولها لازم تعملي اي في اف. دكتور هو الناحية بتاعت الهيدروسالبينكس يعني ليه ما قولش ان هي نورمال وده الستيل مثلا او حاجة في الاخر؟ انت شايفه كده ان هي نورمال وده صح؟ حاسه ان في مسافه طويله قوي على ما ابتدى الهايدروسالبنس. هو اللنس بتاع التيوب كام اناتوميكالي؟ التيوب دي كام سنتي يا لميس؟ طب افتح الملزمه. 10 10 بالظبط كده 10 سنتي. يعني التيوب طولها اطول من اليوترس لان اليوترس 7.5 سنتي لكن التيوب 10 سنتي. انتوا متخيلين؟ فدفنتلي التيوب طويله. احنا ما بنقولش التيوب دي 2 3 سنتي، التيوب 10 سنتي. هي دي التيوب اللانس بتاع التيوب النورمال، التيوب اللانس بتاعها 10 سنتي يعني اطول عادي. يبقى هيدروسالفنكس بدا من نص التيوب مثلا ده عادي. ما هو بقى الهيدروسالفنكس بيبتدي، ما هو لازم يبتدي من الاخر، ما هو تجميع الفلويد بيبتدي من الاخر مكان مكان المفروض يحصل له درينج. وما انت لو في عندك ماسوره ساده ما بتجمع الميه في اخر الماسوره الاول لحد ما تبقى تيجي عند الاول بقى لو هي بقت عندها فلويدز كتير قوي او سيكريشنز كتير قوي موجوده. لكن بدايه الهيدروسالفنس بيبقى من الديستال اند الاول مش من البروكسيمال اند. وخلي بالكم ان كده كده البروكسيمال اند ده ممكن يحصل له درينج جوه اليوترس لكن الديستال اند ده ما بيحصلوش درينج. هيحصل له درينج منين ما هو ديستال تيوبال اوبستراكشن؟ لكن البروكسيمال اند از نوت اوبستراكتد، ممكن بتنزل فلويد جوه اليوتراين كافيتي عشان كده احنا اللي بنعمل لها تيوبال ديسكونكشن. تمام ماشي شكرا. طيب امال ايه ده بقى يا دكاتره؟ نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال نورمال ده نورمال يعني ده الاوتلاين بتاع الترينج كافيتي ترينجولر ونورمال وكل حاجه نورمال ولا ايه؟ نورمال. لا لا يونيكورنيت. ليه قلنا عليه يونيكورنيت؟ عشان الناحيه الثانيه مش باين فيش بالظبط، ما فيش التيوب الناحيه الثانيه وكمان ما فيش اللي هو الكورنيال اند اللي انا اقول بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن. فهو فعلا يونيكورني تيوترس والفالوبيان تيوب باينه عادي وطالع منها سبيل عادي، ما فيش مش دايليتد يعني الفالوبيان تيوب. فهو ده يونيكورني تيوترس فعلا ونورمال يونيكورني تيوترس. يعني هو يونيكورني تيوترس بنورمال يونيكورني تيوترس ونورمال فالوبيان تيوب على الناحيه اللفت سايد. لكن الرايت سايد الموليريان داكت على اللفت سايد، على الرايت سايد didn't develop اساسا. الموليريان داكت على الرايت سايد هي ديفلوب بس على اللفت سايد، فعشان كده عملت لي اليونيكورني تيوترس والفالوبيان تيوب اللي موجود. طيب كنت عايزه اسالكم الست دي ممكن يبقى عندها انوماليز ثانيه فين؟ رينال سيستم. رينال بالظبط لان زي ما كان الباراميزونيفريك داكت او الموليريان داكت حصل فيها مشكله، فممكن برضو الميزونيفريك او اللي هي اليورينري سيستم برضو يبقى فيه مشكله. فمهم انك تعمل لها اي في بي انترافينس بايلوجرافي عشان تتاكد اذا كان عندنا اي اناماليز برضو في الكيدني واليورينري سيستم كله ولا ما فيش. في سؤال هنا يا دكاتره؟ دكتور دي برضو هتبريزنت بري تيرم ليبر؟ بري تيرم ليبر بالظبط كده، دي بري تيرم ليبر وممكن يبقى عندها كمان سيرفايكال انكومبتنس، ممكن تحتاجي تعملي لها سيركلاج. يعني على حسب، على حسب ايه يعني؟ ايه الانفستيجيشن اللي هتعملوها لها فتقولوا لها بقى على اساسها انت محتاجه سيركلاج يا مدام او انت مش محتاجه سيركلاج؟ ترانسفيرسونوجرافي واي سيل سيرفايكلنس. امتى؟ ال 22 دي سقطت خلاص. 22 دي سقطت. مبروك يا مدام انت سقطتي. امال هنعمل السيركلاج امتى؟ هو السيركلاج بيتعمل امتى يا دكاتره؟ 12 ل 14 بالظبط كده، من 11 بعد اول تريمستر.
يعني اخر الفيرست ترامستر من 11 ل 13 اسبوع، فاحنا بنعملها الترا ساوند عند 10 11 اسبوع عشان نقرر هي محتاجه سيركلاج ولا لا، لان احنا بنعمل سيركلاج بعد ما تخلص الفيرست ترامستر عشان لو كان هيجي لها سبونتينيوس ابورشن نتيجه الكروموزوم الانومالي اللي هو موست كومن كان يبقى حصل لها، لكن بنعملها سيركلاج قبل ما تخش السكند ترامستر لان السيرفايكال انكومبتنس بيعمل لنا سكند ترامستريك ابورشن. فهو بنقرر على حسب السيرفايكال لينث، لو اقل من 2.5 سنتي يبقى كده هي محتاجه فعلا ان هي يتعمل لها سيركلاج عند 11 ل 13 اسبوع، لو اكتر من 2.5 سنتي مش محتاجه ان انا اعمل لها سيركلاج، بس بقى الان احسن يجي لها بري تيرم ليبر فاديلها بقى ستيرويد التو دوزز بتوع الستيرويد، مش هسال هم قد ايه ولا امتى، بس اديها الستيرويدز وبعدين بولدها بعد 24 ساعه من اخر جرعه ستيرويد. في سؤال هنا يا دكاتره؟ مروه عندك سؤال؟ تفضلي. دكتور، هو هنا ممكن يكون في المشكله الثانيه ان هو الاذر سايد يعني يكون في نون فانكشنينج او فانكشنينج نوت كونكتد يعني هون ولا لا؟ يعني هو ما فيش شكل ده موجود، يعني مش باين عندي هذا الشكل، بس يعني حتى لو كان عندي نون فانكشنينج نون كوميونيكيتنج مش هعرف فانكشن ولا هو نون كوميونيكيتنج، هو لازم يبقى نون كوميونيكيتنج لانه مش واخد داي، فالنان كوميونيكيتنج هيفرق معايا في ايه؟ غير لو كان هي كانت هتجيلي بقى بسيمتومز قبلها بكتير قوي قوي يا مروه، بهيماتوماترا وبين واندوميتروزس وكلام من ده، مش كده ولا ايه؟ لو كان هو نان كوميونيكيتنج فانكشن. اوكي؟ اوكي. ايه ده؟ مروه انت عندك سؤال تاني ولا هو انت رافعه ايدك من المره اللي فاتت؟ انتوا سامعيني يا دكاتره؟ لا تمام يا دكتور، انا سوري نزلت ايدي. ده ايه؟ نورمال اوتلاين لليوتراين كافيتي ولا ابنورمال؟ الارو بيبص بي 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 بيشاور على ايه الارو ده؟ فيلينج ديفكت. ديبريست الفند الفندز ديبريست اللي هو بنقول عليه نسميه ايه؟ فند الميومة. ممكن تبقى فند الميومة او تبقى انترستيشال ميومة او انكروتشنج على الكافيتي ناحيه الفندس، ممكن وممكن يبقى اركوتيوترس، ممكن يبقى اركوت اللي هو ديبريشن ده اركوتيوترس. فلو هو اركوتيوترس هتعمل له ايه؟ ولا حاجة. ده نورمال فاريانت عادي خالص، ما يعمليش اي مشكله ويعمل لي ولا يعمل لي ريكارنت ابورشن ولا انفيرتيليتي ولا اي حاجه، فبنسيبه عادي خالص. والتيوبز اللي الناحيتين باينه بدليل ان هو في الاخر في داي طالعه منهم، فاكيد التيوبز موجوده، امال يعني الداي دي مشت فين؟ فبالتالي ده نورمال يوترس. هو اركوتيوترس بس ده نورمال فاريانت، مش هنحتاج نعمل له حاجه لان هو ما بيأثرش او ما بيعملش مشكله للعين. في سؤال هنا يا دكاتره؟ عايزين تخشوا على الكونتراسبشن ولا عايزين تصلوا؟ هو لو المحاضره ممكن تطول يبقى نصلي، يعني لو ممكن تطول. هو انا فاضلي الكونتراسبشن، انا فاضلي الكونتراسبشن والالترا ساوند والجارز، مش عارف فاضلنا الثلاثه يعني. ممكن نصلي ونرجع يا دكتور؟ يعني دكاتره قرروا يعني. هو يا دكتور هو باقي ساعه هل ممكن ناخد ساعة وربع في الباقي ولا؟ طب يعني خلاص نكمل ونشوف احنا لو قربنا من العيشة خلاص ما خلصناش. ممكن نص ساعة كمان كده لو لقينا ان احنا في. اوكي تمام ماشي. اوكي طيب نبتدي بقى في الكونتراسبشن. احنا كده خلصنا اثنين انسترومنت وواحده هيستروسالبنجيوغرافي، فدول ثلاثه ستيشن، فاضل لنا ثلاثه ستيشنز ثانيين اللي هو الكونتراسبشن والالترا ساوند والجارز. الكونتراسبشن ده ايه؟ كاندوم. ميل ولا فيميل؟ ميل كوندوم. ميل كوندوم ده بيأكت ثرو ايه؟ انهبيشن اوف اوفيليشن، امبلانتيشن، ميكانيكال بارير. يعني ايه ميكانيكال بارير؟ يعني بيبريفنت ايه؟ بيبريفنت الستيمينج. بيبريفنت بوزيشن؟ لا بيبريفنت السيمن ان يوصل لليوترس فيحصل انفيرتيليشن. فيحصل ايه؟ فيحصل يعني ان يحصل مع الاوفيوليشن يعني فيحصل انفلتريشن يحصل معايا يعني فلترايزيشن. دكتور المدينه تعمل موف. لا بجد انا لو كنت اخدت ناس من صنايع عامه فلترايزيشن يا جماعه فلترايزيشن.
ايوه ايوه prevent fertilization تمام كده ماشي. طيب فده بيأكت as a barrier contraception اللي هو يعني prevent the meeting بتاع السبرم مع الاوفم اللي هو يعني prevent fertilization. طيب ايه البنفيت بتاع الكوندوم؟ ايه بنفيت مهم؟ يبريفنت اجنست اس تي ديز بالظبط كده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. فهو ده المين بنفيت بتاع الكوندوم ان هو يبريفنت اجنست اس تي ديز غير ان هو تشيب وكلام من ده. هل هو ايفكتيف ولا مش ايفكتيف؟ الايفكتيف بتاعته قليله بس الايفكتيف بتاعته قليله فلازم يبقى معاه حاجه ثانيه. طب ايه الدروباك بتاع الكوندوم استخدام الكوندوم؟ هل يعمل هرمون الديستربنس؟ هل يعمل لها ممكن يبقى الرجي؟ لكن ايه لو هو ما يعني من الماتيريال بتاعته كلين ايه المشكله اللي ممكن يعملها؟ ما فيش مشكله غير ان هو افكاسي قليل الساتسفاكشن بتاعها مش يعني سكشوال ساتسفاكشن بينترفير في بينترفير في البلاجر بالظبط كده سكشوال دي ساتسفاكشن بالظبط هي مشكلته السكشوال دي ساتسفاكشن. والبنفيت بتاعه ان هو يبريفنت اجينست اس تي ديز بيأكت از بارير كونتراسبشن بريفنت فيرتيلايزيشن. فده الحاجات بتاعه الكوندوم وده طبعا يعني ما بتبقاش سنجل يعني هو سنجل يوز فبالتالي مش سنجل ديسيجن تو ميك لان هي مالتيبل ديسيجن على حسب هي عايزه تبريفنت او هم الكابل عايزين يبريفنتوا كونسبشن لحد امتى. فده بالنسبه للكوندوم. في سؤال في الكوندوم يا دكاتره؟ طيب ايه ده IUD بالضبط IUD أو intrauterine contraceptive device سواء كان copper IUD كويس أو lipless loop. lipless loop اللي هو الملاولو ده كان زمان مش موجود دلوقتي وده ما كانش فيه copper فال allergic reaction منه كانت قليلة لكن طبعا بيعمل منوراجيا رهيبة لأن طبعا بيكريب الاندوميتريم على كل اللايرز دي أو كل الزجزاجة دي فبيعمل منوراجيا فظيعة جدا ما بقاش موجود دلوقتي. فاللي موجود دلوقتي هو اللي في النص لأن حتى المالتي لودد اللي هو فيه سبايكس كده طلع ده كان الاكسبالشن ريت بتاعه قليل قوي 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 لأنه بيمسك في الاندوميتريم فبالتالي صعب قوي أنه يحصل له اكسبالشن لكن كان بيعمل برضو منوراجيا. فهو اللي بنستخدمه هو الكابر اي دي اللي هو اللي في النص ده وبيأكت باي اي بريفنشن اوف اي امبلانتيشن بالظبط كده. ايه الدروباك بتاع الاي دي؟ كتير يعني بس بليدنج مينلي بليدنج وينفكشن. وايه الاي دي اللي ما بيعملش بليدنج؟ ليفونورجستر او المايلينا بالظبط. وايه البنفيت بتاع الاي دي؟ بالظبط كده ممكن يقعد من 7 ل 10 سنين فبالتالي it is a single decision. المايرينا بيقعد من 5 ل 7 سنين لانه الهرمونز اللي موجوده فيه بتبقى يعني بتخلص بعد 5 ل 7 سنين فبالتالي بيأكت بعد كده as an IUD عادي خالص اللي هو prevent implantation من غير بقى قصه الليفونورجسترول ان هو يقلل المانسز والاتروفي بتاع الاندوميتريم وكده. فده بالنسبه للIUD. في سؤال في الIUD دكتور؟ معلش هو احنا المفروض نعرف اسمه انه مش عارف اسمه ليه. لا 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 تعرف بس لان هو حتى مش هيجيب لك مايرينا احنا هنجيب لك الاي دي بس وخلاص. تمام جدا شكرا. ايه ده يعني ما احنا ما نعرفش غير نوعين ده انهي واحد فيهم الكومباين؟ ليه قلت الكومباين؟ عشان كلهم لون واحد. طب استنى طيب امال طب دول ايه؟ ده تراي فيزيك دول البروجستيرون هم كتار قوي دول ليه؟ طيب عشان لون واحد ولا عشان كتار؟ لا البروجستيرون هم الكتار اللي هم بنكملهم على طول بالظبط كده يبقى بالعدد وليس باللون لان كل اللي موجود دلوقتي في السوق مونوفيزيك ما بقاش فيه بقى البايفيزيك والترايفيزيك والوهم ده ما بقاش موجود. هو كل اللي موجود عندنا مونوفيزيك. يعني ايه مونوفيزيك؟ يعني نفس الكونسنتريشن بتاعه الاستروجين بروجستيرون هي اللي موجوده في كل حبايه من الحبايات يعني هو نفس الكونتنتس فبالتالي خدت اول حبايه يعني ماشيه بالصح او ماشيه ملخبطه ما يجراش حاجه لان كل الكونتنتس واحده في الاستروجين بروجستيرون. امال افرق منين اذا كان كومبايند اورال كونتراسبتيف ولا بروجستيرون اونلي بيلز؟ هي الكومبايند بتتاخد لمده 21 يوم وبعدين توقف بالظبط كده. بروجستيرون اونلي لا دي بتاخد 28 يوم او 30 يوم فبالتالي هتعدهم. لو لقيت ان هم 21 حبايه فدول الكومبايند. لو لقيتهم ان هم 28 حبايه فدول البروجستيرون اونلي فبالتالي دول الكومبايند بيلز. طب امال دول كونتينوس بيلز؟ يعني ايه كونتينوس بيلز؟ بي او بي البروجستيرون اونلي دول بروجستيرون اونلي. طب بس مش كلهم لون واحد؟
لا يا دكتور هم سيوسيس عادي بس كم واحدة؟ اخر حبه دول البلاسيبو 21 صح هايلة انت عظيمه يا فيبرو هم كومبايند عادي اورال كونتراسبتيف بيلز بس عشان الستات ساعات بينسوا لازم تاخد الحبايه كل يوم فنقول لها ابتدي بس من الملون ده وما تاخديش والابيض هو اللي بيتاخد في الاخر لان دول بيبقوا بلاسيبو او بيحطوا فيه مثلا فيتامينز او مينرالز او وات ايفر بس دول طالما ان هم اللونين كده دول مش باي فيزيك لا دول عادي كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز اللي هم المونوفيزيك لكن الاخرانيين دول هم اللي بيبقى فيهم البلاسيبو او فيتامين او كده ايه البنفيت بتاع البيلز فيري افكتيف فيري افكتيف اكتر بقى اهم بنفيت ليها ايه هتعمل ايه بالنسبه للسايكل ريجوليت السايكل بتجيلها سايكلز فيري ريجولر وكمان الاماونت اوف بليدنج مش بيبقى كتير بيبقى قليل لانه اوريدي فيها بروجستيرون كونتنت اللي هو بيعمل اتروفي للاندوميتريوم فكمان الاماونت اوف بليدنج هيبقى قليل و اتس اكستريملي افكتيف طبعا 99.9 والواحد من 10 اللي ناقص ده يوزر فيلير مش ميثود فيلير يعني هي اللي ما خدتهاش بانتظام او بطريقه صح مش ميثود فيلير فهي لو خدتها بطريقه صح هتبقى 100% افكتيف فيعني هي ميزتها ان هي بتريجوليت فعلا السايكلز طب ايه السايد افكت بتاع او الكونترا انديكيشن للبيلز طبعا لازم تبقوا عارفين الكونترا انديكيشن كويس قوي ما هم كتير قوي الابسولوت كونترا انديكيشن مهمه قوي الابسولوت طبعا لان الريلاتيف مش فارقه ما هم حاجات كتير لكن الابسولوت ان هي دي بي تي البريست كومبليكيشن اللي هي ابنورمال يوتراين بليدنجز الليفر بالظبط كده الحاجات دي مهمه قوي قوي انكم تبقوا عارفين طب امال ايه دول نعد بقى بي او بيز سبعة في أربعة 28 حباية فكده دول البي او بيز أو بروجستيرون أونلي بيلز بيستخدموا أشهر استخدام للبي او بيز في إمتى؟ during lactation during lactation بالظبط كده حتى احنا بنقول عليهم البيلز بتاعة اللاكتيشن أو هي بتقول بتروح تقول لحبوب الرضاعة عشان مش لأن الأستروجين بينهبت البرولاكتين وينهبت اللاكتيشن لكن هنا ما فيهوش أستروجين فبالتالي ممكن بتردع عادي ما بيحصلش أي مشكلة في اللاكتيشن في سؤال في البيلز يا دكاترة؟ يا دكتور هو ده برضو البروجستيرون ده بيستخدم في الابسولوت كونترا انديكيشن بتاع سي او سي صح ممكن تستخدمها لو واحده جالها دي في تي قبل كده لكن البريست لا لان انت ممكن قوي يبقى بريست ريسبتورز فيهم بروجستيرون فمش في كل الابسولوت كونترا انديكيشنز لكن اللي هي لو جالها دي في تي او كده لا ممكن ان هي تاخد بروجستيرون اونلي بيلز استروجين ديبندنت كونترا انديكيشن طب ايه دول باتشز دول الاستروجين بس ولا استروجين بروجستيرون ولا بروجستيرون بس بروجستيرون كومبايند استروجين بروجستيرون كومبايند استروجين بروجستيرون امال ايه بروجستيرون اولي كونتراسبشن يا دكاتره دي ام دي اي دوكسيدرمال امبلانتس انترا دورمال اللي هو الامبلانون الامبلانتس فدول بروجستيرون اولي لان دي ممكن بتقعد لحد 3 سنين فبالتالي اللي بتقعد فترة طويلة قوي دي لازم تبقى بروجستيرون أولي برضو الميرينا أو الليبونورجاسترل ده بيقعد لخمس سنين فده طبعا بروجستيرون أولي الانجكشن بتاعت الثلاث شهور مش الشهر الثلاث شهور دي بروجستيرون أولي وطبعا بروجستيرون أولي بيلز فاحنا عندنا أربع حاجات بروجستيرون أولي كونتراسبشن اللي هما بروجستيرون أولي بيلز والانجكشن بتاعت الثلاث شهور والإمبلانس بتاعت الثلاث سنين والميرينا أو الليبونورجاسترل اللي هو بيقعد خمس سنين فدول بس البروجستيرون أولي اللي احنا نعرفه لكن الكومباين الأورال كونتراسبتيف بيلز دول كومبايند الانجكشن بتاعت كل شهر دي كومبايند برضو دول الباتشز دول كومبايند دول بتستخدم كل اسبوع كويس دول ثلاثه بيبقوا موجودين في البوكس تستخدم كل اسبوع واحده 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 وبقى في اسبوع فري اوف بيل اوف باتش عشان يحصل فيه ويزدرول بليدنج فدول برضو كومبايند ويسري عليهم نفس قصه البنفيت والكونترا انديكيشن والسايد افكتس وكله بتاعه الهرمونز عادي اللي هي الكومبايند هرمونز عادي فدول بالنسبة للباتشز ده الإمبلانون أو الإمبلانس اللي هي بتبقى بروجستيرون أونلي ولا أستروجين أونلي ولا كومبايند بروجستيرون بالضبط بروجستيرون أونلي لأن دي بتقعد 3 سنين فدي بروجستيرون أونلي وبعدين دي الفاجينال رينج الفاجينال رينج دي ريزرفوار بيبقى فيه برضو هرمونز الهرمونز اللي فيه استروجين اونلي ولا طبعا ما فيش استروجين اونلي يعني ما فيش حاجه اسمها استروجين اونلي فهو كومبايند ولا بروجستيرون اونلي
كومباين بالظبط. فالفاجينا الرينج دي بتتحط لمده 3 اسابيع ورا بعض، وبعدين اخر اسبوع هي بتشيل الرينج، فبيحصل ويزدرول بليدنج، وتبتدي تاني من خامس يوم لنزول الدوره تحط الرينج. كل الهرمونز اللي احنا اتكلمنا عليهم من اول الكومبايند للباتشز يعني للباتش للرينج دول اللي هو الكومبايند، كلهم ليهم نفس السايد افكتس والانديكيشن والكونترا انديكيشن والكومبليكيشنز وكل حاجه. قول يا معاذ. دكتور معلش كنت عايز بس اسال على الصوره بتاعه اللي هي الامبلانون اللي فاتت، انا كنت متخيل انها بتبقى حاجه انفيزيف اكتر، ولا انا تخيلي غلط؟ لا لا دي هي دي كده بالظبط، يعني زي بتاعه الكبريت. اه لا طبعا لا دي اندر لوكال انستيزيا، انت اللي بتحطها لها الدكتور، بس هي ماسكاها كده عشان نشوف، او يعني الدكتوره ماسكاها لها عشان نشوف حجمها بيبقى قد ايه، وبتتحط فعلا هنا في الـ في الـ في الارم اندر لوكال انستيزيا، يعني بتعمل انفلتريشن كده بانستيزيا وبعدين بتروح مدخلها كده بشكه يعني. تمام جدا. طب معلش يا دكتور، هو الصوره اللي بعدها اسمها فاجينال ريسيرفوار فجان الرينج، رينج ده رينج. فانا كنت بقول بس الرينج ده ريزرفوار فور هرمونز، فور استروجين اند بروجستيرون هرمونز. تمام جدا، شكرا لك. اوكي العفو. قول يا زياد. هون عندي سؤال عشان اتسالت عليه، هو الفاجينال باتشز بتفضل سوري السكين باتشز بتفضل لمده اسبوع لازقه الاسبوع كله؟ بتفضل لازقه، هي بتستحمى بيها وبتنزل البيسين والبحر وبتروح الجاكوزي وساونا وكل حاجه عادي خالص. كل حاجه ماشي. اوكي. في حد عنده سؤال يا دكاتره في الهرمونز دول؟ ندخل في الالترا ساوند. تمام. ايه ده؟ وينز؟ توينز. مونو. ايه؟ دول في ساك واحده ولا اتنين؟ بالظبط، مونو امنيوتيك، لانه هو الاثنين في ساك واحده، ده حتى في يوك ساك واحد، فدول مونو امنيوتيك توينز. طب المونو امنيوتيك توينز دول ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل معاهم؟ توين ترانسفيوجن سيندروم، ممكن يجي لهم بريترم ليبر، طبعا انكريز الانسنس بتاع كل الميديكال ديز اوردرز ويز بريجننسي زي انيميا وبي اي اتش ودايابيتس ويز بريجننسي وكل حاجه. طب يجي لهم بوستر انكريز انسنس لبوستر ولا لا؟ لا بريترم. لا بريترم لكن مش بوسترم، لان عمرها ما هتوصل لبوسترم عشان اليوتراين ديستنشن بيبقى موجود. يولدوا ازاي دول؟ على حسب ايه؟ كله سيزاريا ولا على حسب حاجه؟ منامنيت كله لو الاول كفالك حسب البرزنتيشن بتاع الفيرست توين. لا كله المونو امنيوتك سيزاريان سكشن، احنا قلنا ده بالظبط كده، المونو امنيوتك سيزاريان سكشن، المونو امنيوتك سيزاريان سكشن مش على حسب، انا بقول على حسب بس بحاول ما كانش المفروض احاول اوقع، هو المونو امنيوتك كله سيزاريان سكشن خلاص. لكن الداي امنيوتك هو بقى اللي على حسب البرزنتيشن، لو الفيرست كيفاليك ممكن ندي ترايل، لكن لو الفيرست نان كيفاليك هو ده اللي ما ينفعش. لكن المونو امنيوتك حتى لو هما جايين الاثنين كيفاليك انت برضو بتولدهم سيزاري انسكشن، عشان بتخاف من ان الكورد بتاع واحد يلف حوالين النك بتاع التاني، فكل المونو امنيوتك بيتولدوا سيزاري انسكشن. في سؤال هنا يا دكاتره؟ طيب امال ايه ده؟ طبعا ده اول سؤال برضو بيبقى بيكتشر شوينج ام ار اي تي تشست اكس راي ما اعرفش ايه كده، طبعا ده الترا ساوند، وبعدين بعد كده يقول لك الترا ساوند شوينج ايه بقى، فهتقول مونو امنيوتيك ولا داي امنيوتيك ولا ايه، طبعا ده باين قوي ان هو داي امنيوتيك توينز، برضو نفس الكومبليكيشنز وكل حاجه. لكن هنا بقى المود اوف ديليفري اللي هو ديبندز اون البرزنتيشن بتاع الفيرست. لو الفيرست توين كيفاليك هو كان الاو فاجينال ديليفري، لكن لو الفيرست توين نان كيفاليك هو ده اللي ساعتها لازم سيزارين سكشن. واضح كده؟ دكتور عارف ازاي برضه كده، كده هو ال مونو امنيوتيك وداي امنيوتيك والكلام ده احنا يعني انت عايز ايه تعرف ده هو داي زيجوتيك ولا مونو زيجوتيك؟ ايوه لا مش هتعرف، لا ده مش هتعرف، ومش محتاج انك انت تعرف، انت مش هتعرف غير بعد ما يتولدوا، او لو انت انترايترين بقى لقيت واحد ميل والتاني في ميل خلاص ده هتعرف ان هو كان داي زيجوتيك ما كانوش مونو زيجوتيك يعني. يعني الحاجات الواي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها مش لا 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 مش عليك انك انت تعرف، مش عليك تعرفهم خالص خالص، لا لا ده على ليفل اعلى منكم، حتى مش بنسالهم قوي في الماجستير يعني، لو حد سبيشالايز بقى في تلمادس ماشي. طيب ده ايه البيبي ده بنميجر هنا ايه؟
كراون راملنس الكراون راملنس ده بنقيسه في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ترامستر ولا ايه؟ عشان يديترمن ايه بالظبط الجستيشنال ايج، لانه ماليش علاقه خالص بالويت ولا اي حاجه، هو ده عشان الجستيشنال ايج. وطب هو ده مور اكوريت ولا الريجولر ايج دي اوف لاست موست اكوريت؟ هو ده الموست اكوريت بالظبط كده، فده الكراون راملنس. طب ده ايه؟ سنو ستورم فيزيكولر سنو ستورم ابييرنس بتاعه الفيزيكولر مول بالظبط كده. سنو ستورم ابييرنس بتاعه الفيزيكولر مول اللي طبعا بتبقى يعني ممكن تبريزنت بسيفير فوميتنج عشان الاتش سي جي بيبقى عالي، بسايروتوكسيكوزس عشان التي اس اتش لايك اكشن بتاع الاتش سي جي، يعني بهايبرتنشن برضو عشان الاتش سي جي اللي عالي، يعني ممكن تبريزنت بكذا حاجه. طب تعمل لها مانجمنت ازاي الفيزيكولر مول دي؟ Suction evacuation. طب لو عيانة كانت عندها 45 سنة وهي she doesn't want fertility وهي عندها فيزيكولر مول كبيرة يعني 16 أسبوع 20 أسبوع، تعمل لها إيه؟ هيستركتومي. خلاص شيل بقى هيستركتومي. نوع الهيستركتومي يعني دخلت ولقيت فان هيستركتومي، يعني هتشيل الأوبريز ولا هتسيب الأوبريز؟ دخلت ولقيت الأوبريز كمان كبيرة وفيها حاجات غريبة وحاجات كده، هتعمل لها هسيبها يعني الأوبريز ترجع لطبيعتها بعد ما نشيل. بالظبط كده بالظبط كده، دول فيكاليتين سيست عاديين جدا موجودين عشان الاتش سي جي العالي، لكن طبعا هتسيبهم. مش معنى ان الست عندها 45 سنة ان انا ادخلها في منوبوز، ما لسه قدامها بتاع 5-7 سنين لسه، فما مش هشيل الأوبريز، هسيبهم، مش هعمل لها بان هيستركتومي، هشيل بس هعمل لها هيستركتومي توتال ابدومينال هيستركتومي بس، لكن هبريزورف طبعا الاوفريز. طب ليه عملنا لها هيستركتومي؟ لانه السكشن ايفاكويشن هنا على يوترس كبير 16 او 20 اسبوع هيبقى فيها بليدنج، سيفير بليدنج، وفي نفس الوقت برضو هي فكره الفيزيكولر مول ان هي بري كانسرس، فانت لازم تعملها فولو اب. فطالما هي مش عايزه فيرتيليتي خلاص مش محتاجه، يعني ممكن تجو فور هيستركتومي بدل ما تعمل لها فولو اب ويحصل ان هي تتحول لماليجننت او كده، طالما ان هي مش عايزه فيرتيليتي، لان برضو الريسك اوف بليدنج بيبقى فيها سيفير. لو هي طبعا يانج ايج وهي عايزه فيرتيليتي يبقى بنعملها سكشن ايفاكويشن، يعني العادي باي ديفولت هو سكشن ايفاكويشن، ما عدا لو كانت سنها كبير ومش عايزه فيرتيليتي يبقى ساعتها ممكن نعملها توتال ابدومينال هيستركتومي. في سؤال هنا يا دكاتره؟ اتفضل. مين عايز يسال؟ اتفضلي يا نهى. دكتور هو انا لو قولي يا نهى، انا لو شايفه السنو ستورم ابييرنس هي كده اكيد كومبليت فيزيكولر مول، ما ينفعش تبقى بارشل؟ لا، البارشل بتبقى شكلها اكتر زي المست ابورشن، لان لازم يبقى فيها بيبي، فما بيبانكيش قوي الفازيكلز دي. فطالما شايفه سنو ستورم ابييرنس تبقى كده فيزيكولر مول، طالما قلتي سنو ستورم تبقى كومبليت فيزيكولر مول، لكن البارشل ما فيهاش سنو ستورم ابييرنس. تمام، ميرسي يا دكتور. دوريان. قولي يا مروة. مروة عندك سؤال؟ أنا منة يا دكتور. أصل مروة ومنة الاثنين رافعين. ماشي، قولي يا منة. هو دلوقتي هيجي لنا كيس سيناريو مع الصورة ولا لأ؟ عشان أنا مثلا شفتها أدينومايوزس أول ما شفتها، معرفش ليه. هنشوف شكل الأدينومايوزس. لازم يبقى عندك إندوميتريال لايننج. عشان تقولي ادنمايوزس لازم يبقى عندك اندوميتريال لايننج. فين الاندوميتريال لايننج؟ لان احنا بنتعرف على اليوترس بوجود اندوميتريم، لو ما فيش اندوميتريم يبقى ده مش يوترس، لازم يبقى فيه اندوميتريم عشان تقولي ده يوترس، لكن احنا هنا ما فيش اندوميتريم. تمام، ميرسي يا دكتور. فهمت. اوكي، في حد تاني عنده سؤال؟ دكتور هو انا لو عملت لها هيستركتومي مش هحتاج اعمل فولو اب؟ لا، ما هي خلاص انت شلتي المكان اللي ممكن يتحول، ما هو ده الفيلاي انت شلتيها، حتى هتعملي البيتا اس جي هتلاقيه نيجاتيف على طول، هو ما فيش فيلاي الا لو كانت هي اصلا عندها ميتاستاسيس قبل ما انت تشيلي، فاهم؟ او حاجه اسمها كوريو ادينوما ديستريز، يعني ما مش عليكم، مش موجوده بقيت في الكتاب دلوقتي ولا كده، وبعدين لما بتشيلي برضو بينزل البيتا اس جي. تمام، اوكي. طيب ده ايه؟ بايبرايتال ديامتر ولا انا بعتيه؟ ده راس بيبي، وبنقيس من البارايتال امينس للبارايتال امينس الثاني، فبالتالي اللي ما بين تو بارايتال امينس ده اسمه بايبرايتال ديامتر. والبايبرايتال ديامتر ده بنقيسه في انهي ترايمستر؟ ثيرد. في الثيرد ترايمستر بالظبط كده، عشان نعمل الجروس كيرف بتاعه البيبي ونشوف اذا كان البيبي ده فيه اليمنت اوف اي جي ار ولا لا، سيمتريكال ولا اسيمتريكال، يعني لو موجود اي جي ار نشوف هيدروكيفاليك ولا لا، لان النورمال بايبرايتال دايمتر كام في الشهر التاسع؟ 14 سم.
9.5 سنتي باي بارايتال دايمتر في شهر 9 ده هو ده الترانسفيرس دايمتر الانجيجنج دايمتر كل ما هو باي بارايتال دايمتر 9.5 سنتي فلو اكتر من 9.5 سنتي ده بيبقى هيدروكيفاليك فيتس فبالتالي ما ينفعش يتولد فاجينال فبتجو فور سيزارين سكشن فده بنقيس الباي بارايتال دايمتر بس ده نورمال هيد الهيد دي نورمال ما فيهاش ولا هيدروكيفالس ولا اي حاجه لو لقيت الباي بارايتال دايمتر ده كان موجود عند الفاندس بتاع اليوترس فبالتالي البيبي كده جاي باني بريزنتيشن بريتش بالظبط طالما ان هو الهيد موجوده فوق في ناحيه الفاندس يبقى بالتالي البيبي ده جاي بريتش من ان الباتوكس هتبقى عند البلفس طب امال ايه ده ده في ميرلنت بس انا كان عندي سؤال على اللي فات ده قول يا زياد انا اسف اتفضل يعني انا كنت فاكر ان اتقلنا ان احنا بنقيس برضو الباي بارايتال دايمتر في السكند تريمستر هو ده صح ولا غلط ممكن بتقيسه بس مش عشان تطلع منه جيستيشنال ايج او تطلع منه جراس بتاع البيبي انت بتقيسه بس عشان تشوف فيه انوماليز ولا لا وتطمن على السيربيلم بتاع البيبي والفالكس واذا كان عندنا يعني ووتر او فنتريكلوماجلي او حاجات كده فيعني انت مش المقاس قد ما هو الشكل والحاجات اللي موجوده فيه يعني هو مينلي في الثيرد تريمستر مالي في الثيرد تريمستر لان احنا اساسا الثلاثه الايم بتاع الثلاثه الترا ساوندز اللي بنعملهم الاولاني في الفيرست تريمستر عشان تشوف اذا كان انترا تراين اكسترا تراين وسنجل ولا مالتيبل وليفنج ولا لا والسكند تريمستر اللي هو بتعمل انوميلي سكان من 18 ل 22 اسبوع فتعمل توتال انوميلي سكان للبيبي لو في اي كونجنتال انوميلي وثالث الترا ساوند اللي هو بيبقى في الثيرد تريمستر عشان ترسم الجروس كيرف بتاعه البيبي وتشوف اذا كان هو في اليمنت اوف لارج فور جيستيشنال ايج او سمول فور جيستيشنال ايج ولا افريج فور جيستيشنال ايج تمام okay. شكرا دكتور يلا ده ايه فيمر بالظبط كده فيمر لانس ففيمر لانس دي برضو بنقيسها في الثيرد تريمستر عشان برضو نرسم الجروس كيرف بتاعه البيبي ففي الثيرد تريمستر بنقيس الباي بارايتال والفيمر لانس والابدومينال سيركمفرنس منهم بيطلع الاستيميتد فيتال ويت بتاع البيبي فبنقدر ان احنا نعرف وزنه وكمان الجروس كيرف بتاعته فدي طبعا الفيمر لانس اللي هي بتتقاس برضو في الثيرد تريمستر في حد عنده سؤال في اللي فاتوا يا دكاتره حد عنده اي سؤال في اللي فات مين رافع ايده قولي يا خالد اتفضل دكتور معلش في الصوره بتاعه الباي بارايتال دايامتر هل اقدر اعرف ان هو ناحيه الفاندس وده نازل بريتش ولا لا يعني لا لا, لا 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 ده هو لا لا بالالترا ساوند انت اللي بتبقى حاطط البروب فين فانت لو حاطط البروب ده ومبين لك الراس دي ناحيه الفاندس فخلاص فانت اللي حاطط البروب يعني انت ايدك على بطن العيانه فين من فوق ولا ناحيه البلفس لكن الصوره دي المنظر الصوره دي انت مش هتعرف لكن لو انت اللي بتعمل السونار طبعا هتعرف تمام تمام ماشي شكرا دكتور طيب الصوره دي ايه ده يا دكاتره بي سي او بالظبط بي سي او اللي هي بنقول عليها ايه اسمها ايه الابيرنس دي نيكلس ابيرنس بالظبط نيكلس ابيرنس اللي هي بتبقى عامله زي العود كلهم سمول فوليكلز كلهم صغيرين قوي بيريفيرلي ارينجد والستروما بتبقى فيري دانس فدي اللي بنقول عليها نيكلس ابيرنس بتاعه البي سي او طيب والبي سي او دي هتبريزنت باي ايه infertility او بالظبط كده هي الترياد كده بيبقى الترياد بتاع الهيرشيتيزم او هايبر اندروجينيزم سواء كان هيرشيتيزم باي سيمتومز اند ساينز هايبر اندروجينيزم باي لابوراتوري فايندينج ان بنلاقي الاندروجين ليفل عالي وتاني حاجه الريجولر سايكلز اللي هي الانوفيليشن وانفيرتيليتي كل دول مع بعض سواء باي سيمتومز اند ساينز او باي لابوراتوري فايندينج لو نلاقي اف اس اتش ال اتش ال اتش بيبقى انفيرتد ريشيو وطبعا بيبقى عندها انسولين ريزيستنس فبتلاقي ان هو الجلوكوز انسولين ريشيو بيبقى افكتد عشان هي بيبقى عندها الجلوكوز عالي في حين ان الانسولين عالي برضو ليه لان الانسولين عنده ريزيستنس فعشان كده من ضمن التريتمنت ان احنا بندلها ميتفورمين اللي هو انسولين سنسيتايزنج ايجنت وطبعا العينه دي بتبقى اوبيز لان هي مشكلتها بتبقى البريفيرال كونفرجن بتاع اللي بيحصل في الفات فبيبقى عندها هايبر استروجينيك ستيت وايه نوع الاستروجين اللي بيبقى عالي عندها الاسترون بالضبط لان الاسترادايول بيبقى عادي ما مش عالي ولا حاجه لكن العالي هو اللي بيبقى الاسترون هو اللي ده اللي بيبقى عالي ايه التريتمنت بتاع البي سي او يا دكاتره على حسب البرزنتيشن على حسب يعني
على حسب بالظبط كده. هي طبعا كلهم ويت ريدكشن وميتفورمين، لكن لو هي عايزه بقى فيرتيليتي بنعملها اندكشن اوف اوفيليشن باي كلوميفان سيتريت، لو عايزه ريجوليت السايكلز بنديلها كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، لو هي عايزه مثلا تريتمنت للهرشيتيزم اللي موجود يبقى بنديلها سبايرونالاكتون او اي حاجه انتي اندروجين، فعلى حسب هي بتبريزنت باي ايه او ايه الديستريسنج سيمتوم بتاعها. في سؤال في الصوره دي؟ اهو اليوترس بنتعرف عليه بالاندوميتريوم، ده يوترس لان فيه اندوميتريوم، فاليوترس اهو في انتيرير الانتيرير مايوميتريوم اللي فوق بوستيرير مايوميتريوم تحته، وبينهم طبعا اللي هو الارو من هنا لهنا ده بيقيس ايه بقى، الارو ده بيقيس لنا هنا ايه ثيكنس اندوميتريال ثيكنس بالظبط كده الاندوميتريال ثيكنس. الماكسيمم كاتو فاليو الاود نورمال في المينوبوزال لحد كام؟ خمسة ملي بالظبط، وفي التشايلد بيرنج 10 لحد 12 ملي ماكسيمم مش اكتر من كده. فده هنا بيقيس الاندوميتريال ثيكنس على اساسه، لو لقيت ان هي واحده جايه بتكمبلين اوف بليدنج ولقيت الاندوميتريال ثيكنس بتاعها مثلا 20 ملي هتعمل لها ايه؟ اندوميتريال بايبسي. لازم اندوميتريال بايبسي بالظبط كده. فانت لو هي جايه بتكمبلين اوف بليدنج ولقيت الاندوميتريال ثيكنس اب نورمال، سواء هي منوبوزال يعني اكتر من 5 ملي او تشايلد بيرنج اكتر من 12 ملي، يبقى ساعتها بتجو فور اندوميتريال بايبسي، والفيرزر مانجمنت بقى بيبقى ديبندنج على الاندوميتريال بايبسي بتاعتنا. في سؤال هنا يا دكاتره؟ دكتور المايوميتريوم كده طبيعي ولا تخين شويه؟ المايوميتريوم نورمال، بس هو الطبيعي انك تلاقي الانتيرور مايوميتريوم هو نفس الثيكنس والتكستشر بتاع البوستيرور مايوميتريوم. لو لقيت الانتيرور والبوستيرور مش زي بعض، زي مثلا هنا بص هنا هتلاقي الاندوميتريال لايننج مش واضح قوي، البوستيرور مايوميتريوم اتخن بكتير من الانتيرور وكلهم كده ديفيوز، التكستشر بتاعته غريبه غير خالص في الصوره دي. الصوره دي التكستشر تقريبا يونيفورم بالذات في الانتيرور مايوميتريم، البوستيرور هو اللي فيه بوستيرور ادينومايوزس، لكن الانتيرور مايوميتريم هنا نورمال. في الصوره دي بقى الانتيرور والبوستيرور مايوميتريم الاثنين اب نورمال، فيهم التكستشر هيزي ويعني فيهم هنا بقى ادينومايوزس مش بس لوكالايزد ديفيوز ادينومايوزس، وما تقدرش تعمل لها لوكالايزيشن في مكان معين. واضح يعني الادينومايوزس بتبان ازاي يا دكاتره؟ معلش، هو الاندوميتريوم هنا اللي هو مشاور عليه بالاروز دي يعني ولا ايه؟ لا لا لا، اللي مشاور عليه بالاروز بيورينا حاجه زي كده اكنها يعني لوكالايزد ابنورماليتي، بس ات از نوت سيركمسكرايبد، يعني مش ما تقدرش تقول عليها فايبرويد، فعشان كده قلنا عليه ده ادينومايوزس لان هي مش سيركمسكرايبد. على عكس مثلا الصوره دي اليوترس موجود فوق وتحتيه فايبرويد كبير قوي قوي، يعني في فايبرويد كبير لو كوربوريال مايوما سبسيرس كبيره خلاص. لا عندنا اليوترس فوق وفي الاندوميتريال لايننج كويس والمايوميتريوم انتيرور وبوستيرور ما فيهوش اي مشكله، وبعدين عندنا فايبرويد اكبر من اليوترس نفسه وموجود بوستيرور تو اليوترس ولو، فعشان كده قلنا عليه لو كوربوريال مايوما، وطبعا سبسيرس لان هو بره خالص يعني ولا هو انترستيشن ولا سبسيرس. بس الفايبرويد فين بالالوان؟ عشان انا ما اعرفش اليوترس الصراحه فين من يعني الاندوميتريوم المفروض هو النقطه البيضاء العريضه صح، هو السطر الابيض العريض، السطر اللاين الابيض، اللاين الابيض ده هو ده الاندوميتريوم. تمام. في ورا بقى في ورا يعقوب انت تعرف تشاور لنا عليها تشاور عليها ولا بس ايه؟ بس حضرتك بتقولي ميوما ويوترس بس انا مش اورينتد الصراحه. كنت صوت مع حضرتك بس ثانيه كده سؤال. هنا كده ومش باين يعقوب، مش باين لكم؟ لا خلاص مش مشكله لو هتعمل قلق بلاش يعني. استنى، هو الكوره اللي ورا خالص دي يعني، فاستنى هو باين. انا لو بعت لك صوره دلوقتي يا يعقوب تعرف تعمل لها شير؟ يا دكتور مفيش مشكله. هي مش الكوره اللي هي ورا تحت اليوترس دي؟ أيوة كبيره قوي. ايوه هي دي الكوره الكبيره قوي. الفكرة ان انا مش واخد بالي اليوترس هو من فين لفين عشان اخد بالي من الكرة اللي تحته، بس عشان كده سألت عشان محفظش بالضبط يعني. لا لا انت صح انت صح انت صح، يعني لو جات صورة تانية فيها ميومة مش عارفة لو ما جاتش الصورة دي. انا بعت ليعقوب صورة فهو عمل شير كده الصورة دي، متهيألي هتبقى واضحة. هو في كلمة يوترس على طول، هو اليوترس يعني ده الكرة اللي فوق دي هي اليوترس، في كلمة يوترس مكتوبة فوق انت شايف كلمة يوترس وبعدين تحتيه يوترس وتحتيه كرة كبيرة.
تمام خدت بالي تمام جدا انا كنت شايف الكلمه تمام كده زي الفل اه وصلت شكرا دكتور. هو مش انا اللي قلت لك على فكره. شكرا يا محمد تقريبا اللي قال العفو معاذ علي. شايف اهو كده يا معاذ. يا دكتور تمام. الكره الحمراء دي اهو اليوترس هو اللي فوقها والكره الحمراء دي هي السيركمسكرايب فايبرويد اللي هي لوكوربوريال سبسيرس مايوما واضحه. تمام تمام اه كده تمام قوي شكرا جدا يا دكتور. اوكي شكرا يا دكتور. مطلوب مننا نعرف فيها ديجنريشن ولا لا؟ لا طبعا اصل حتى الديجنريشن ده باثولوجيكال دايجنوزس مش التراساوند دايجنوزس. اوكي يعني انت بتقولي سجستيف اوف ديجنريشن لكن ما تقدريش تكونفيرمي قصه ديجنريشن دي غير بالباثولوجي. زي ما يقولك مثلا ايه شكلها كده عندها اندوميتري هايبربليزيا ده باثولوجيكال دايجنوزس لكن مش التراسونوجرافيك دايجنوزس يعني. يا دكتور ميرسي. طيب احنا كده شو اول صوره بتاعت الادينومايوزس ممكن اشوفها تاني. انا حاسه انها نورمال يعني حاسه الصوره. حاضر هنيجي دلوقتي للهم للصور بتاعه الالترا ساوند اللي هو بتاعه الجايني لان الابس تاني ما فيش مشكله التوينز والفيزيكولر مول الفيزيكولر مول هي واضحه والبايبرايتال دامج في ميرلانس بي سي او برده واضح ما فيهوش مشكله. عندنا مشكله في اليوترس اهو ده اندوميتريال ثيكنس بس في عندنا انتيرير وول وبوستيرير وول بتاعه اليوترس. هو الانتيرير وول فيري نورمال البوستيرير وول في بدايه ادنومايوزس لان هو الابيرنس مش حلو قوي بس يعني ممكن تقوليه نورمال يعني لو قلتي عليه نورمال ما فيهوش اي مشكله خالص ان أيوة كل ده يبقى نورمال اليوترس. خلاص تمام هو نورمال يا لميس. خلاص تمام هو نورمال. والاندوميتريال الاندوميتريوم مش ده ثيكند ولا ايه على حسب بقى احنا هنقيسه لانه ممكن يبقى زومد ان فاهمه ازاي فممكن يبقى زومد ان لكن في الاخر تلاقي ان هو 8 ملي ودي مثلا عندها 35 سنه فيبقى عادي ما فيش اي مشكله خالص. هو في صوره نورمال يوترس. هو ده نورمال يوترس مش في ادينومايوزس يعني ده ممكن يبقى بدايه ادينومايوزس بس لو هنقول نورمال يوترس ده يمشي نورمال يوترس عادي جدا لان الادينومايوزس بصي اهو ده ادينومايوزس بقى فعلا ده ادينومايوزس اللي هو يعني المايوميتريم فيري ريجولر وفي مايو هايبربليزيا يعني المايوميتريم هايبرتروفيك وتخين والبوستيرير غير الانتيرير وفي كده ديفيوز حاجات زي جلانز يعني بتبان كده بطريقه غريبه بس في نفس الوقت هي مش سيركمسكرايبد يعني هي مش فايبرويد زي اللي دي مثلا دي فايبرويد اللي هي البوستيرير تو زيوترس دي فايبرويد كبيره سبسيرس مايوما سيركمسكرايبد ويل سيركمسكرايبد. اوكي في حد عنده سؤال في الصور بتاعه اليوتراي دول يا دكاتره؟ اتفضل يا في حد كان رافع ايده مش كده ولا انا متهيئ؟ ايوه اتفضل. هو دكتور بعرف السيركمسكرايب بحته الدينستي ولا بعرفها ازاي؟ لا بتلاقيها ان هي يعني تقدر ترسم لاين يعني زي ما انا رسمت لكم الكوره حواليها لكن انا لو جيت مثلا في الصوره دي انا مش هقدر ارسم لها حتى لو الاروز مش هوري عليها انا مش هعرف ارسم كوره حوالين الحته لكن واي سيركمسكرايب انك انت تقدر انك انت ترسم كلها حوالينها دايره كده وتلاقيها ان هي كلها فعلا تقع جوه الدايره ما فيش حاجه براها وما فيش حاجه جواها. تمام شكرا لك. لا في حد عنده سؤال يا دكاتره في الصور دي؟ طيب اخر حاجه مع اخر ستيشن معانا هي الجيرز. ده ايه؟ ده شوينج ايه؟ فيزيكلز. فيزيكلز بتاعت الفيزيكلر مول. طبعا مش هيقول لك بقى سنو ستورم ابييرنس لان ده مش الترا ساوند فيقول لك الفيزيكلز دي ممكن الست تيجي تبريزنت باي ايه؟ طب تعمل لها مانجمنت ايه؟ طب يعني اسئله على الفيزيكلز او الفيزيكلر مول بس ده فعلا فيزيكلر مول. طب امال ايه ده؟ ده ايه الستراكشر ده اساسا؟ تيوب بالظبط كده ده تيوب بدليل الفيمريال اند لان في تحت كده في الجار في فيمرال انز موجوده شايفين الفيمرال انز موجوده في الجار من تحت فده تيوب بس ده طبعا دي ابنورمال تيوب فده غالبا بالظبط اكتوبيك بريجنسي لسه ان رابتشرد نون ديستربد اكتوبيك او ان رابتشرد اكتوبيك بريجنسي فده فعلا الجار بتاع اكتوبيك بريجنسي التيوب متعلقه من فوق والفيمرال انز موجوده تحت وهي اساسا في النص الامبولاري بارت هو منتفخ كده ببريجنسي فده شوينج اكتوبيك بريجنسي. طب امال ايه ده؟ ده فيتس طالع من ايه؟
طالع من تيوب بالظبط كده طالع من تيوب لا لا ده صغير قوي ده طالع من تيوب ده ما ده في ده في زي يعني ده زي ده بالظبط بس ده على فكره الجار ده نادر جدا لانه ان البيبي يبقى فعلا يعني متخلق قوي كده وفي اكتوبيك طالع من اكتوبيك ديستورد او رابتشرد اكتوبيك فده ده اوضح طبعا من ده مش كده ولا ايه لان ده واضح البيبي طالع من تيوب انا حاسس يعني ده اوضح لا يعني دي ممكن اقول عليها تيوب بس التانية دي كبيره قوي يعني ما كانتش في بالي انها تيوب خالص حاسسها كبيره مش عارف انا هو رابتشر ديوترس طلع منه انا فكرت رابتشر يوترس حواليك الرابتشر يوترس يعني اهو الرابتشر يوترس انا بس اضطريت اهو شايفين الرابتشر يوترس هو ده زي اللي هناك تمام لا كده اوضح رابتشر يوترس يوترس يعني رابتشر يوترس وعيل موجود فيه اصل الرابتشر يوترس هيرابتشر على بيبي على بيبي بيبي يعني لكن البتاع اللي احنا شفناه في الاول ده اهو ده بيبي فيرست ترامستريك يعني ده كراون ده تقيس له كراون رام مش هتقيس حاجه تانية ده فيرست ترامستريك فيتوس طالع من رابتشر تيوب فده برضو اكتوبيك بريجنسي تمام جدا. وطبعا المانجمنت بتاعنا بتاع البيبي ده هيبقى ايه بتاع الاكتوبيك ده اللي انت شايفه هيبقى ايه سالبينجكتومي بالظبط كده ما ينفعش تقول ميسوتريكسيت يعني دي مثلا ممكن تبقى ميسوتريكسيت على حسب الليفل بتاع الات سي جي قد ايه وعلى حسب هي السايز بتاعها قد ايه 3.5 سنتي او اكتر 6500 البيتا اس سي جي ولا لا في بالسيشن ولا ما فيش اللي هي الكرايتيريا بتاعه الميسوتريكسيت اللي هتقروها ان شاء الله وتفتكروها وبس لكن دي لا ده في بيبي في عيل جوه فما ينفعش ان يبقى في بيبي كده جوه وكمان رابتشرد تيوب واقول ميسوتريكسيت ما هو الميسوتريكسيت لازم يبقى انديستربد تيوب لكن طالما ديستربد رابتشر يبقى لازم سيرجيكال مانجمنت وهيبقى باي سالبينجكتومي مفيش سالبينجاستومي هي اوريدي رابتشرد تيوب فلازم هتبقى سالبينجكتومي في سؤال في دول هو الماكسيمم للاكتوبيك بريجننسي كم اسبوع يعني عشان كان في سؤال عليها قبل كده يعني لا ما كانش في سؤال مش ممكن حد يحط سؤال زي ده لانه يعني ما مش محطوط له كات اوف فاليو يعني انت لو لقيتيه عند حاجه ابنورمال عاليه طب ما هتقولي ايه لا وريني السؤال اصلا مش ممكن حد يحط سؤال بالمنظر ده مش فاكره بس هو كان حاجه بره كتاب بره بس مش فاكره لا ده مش ممكن بره بقى ده مش ممكن يبقى بره فاهمه ازاي لان هو السؤال بالمنطق كده ما ينفعش ان حته بتفهم حته نظيفه حته بره ما المفروض تبقى حته ديفلوب كانتريز ما يحطوش سؤال فيري اندر ديفلوبد ونون ديفلوبد فاهماني فحته بره هتبقى حته بره تحت يعني مش بره فوق مش اجنبي اوكي يا دكتور مش مشكله خلاص لا يعني انا قصدي ده مش سؤال يا منى يعني ده مش سؤال هو طبعا. لو سؤال كويس ما انا هقول لكم لانه هيعلمنا كلنا حاجه لكن لو سؤال مش هيعلمنا كلنا حاجه بس هنحفظ حاجه غلط لان مثلا لو قلت لك مثلا 13 اسبوع 14 اسبوع هتقولي طب انا شفت عند 16 ما ممكن فعلا تشوفي عند 16 مش ده الكومنت بس ممكن فعشان كده ما ينفعش يتحط سؤال الكات اوف فاليو بتاع الاكتوبيك ما ينفعش اكتر من ايه ما ينفعش حد يقول كده لانه ما هو ممكن هو الافريج كنت بسال على الافريج اللي هو يعني ممكن يوصل لسكند فيرست ترامستريك الافريج ان هو يبقى فيرست ترامستريك الافريج يبقى فيرست ترامستريك تمام ميرسي يا دكتور العفو ده ايه يا دكاتره حد شايف حاجه في الجار ده توينز لا ده طفل واحد ده عيل واحد امال ايه اللي تحت العيل بلاسنتا بلاسنتا بالظبط كده ده بيبي وتحتيه البلاسنتا بتاعته ده بيبي first trimesteric fetus و او يعني بدايه second trimesteric fetus يعني ده بتاع 13 14 اسبوع وتحتيه البلاسنتا بتاعته فده ايه ابورشن بالظبط كده ده ابورشن فده لان ده الفيتس وده تحتيه البلاسنتا بتاعته فده ابورشن فعلى حسب بقى هيقول لك ان هي جت بليدنج جت السيرفكس اوبن جت ايه فعلى حسب هيبقى تايب انفيتابل ولا مست ابورشن ولا ايه وهنعمله طبعا سيرجيكال ايفاكويشن للابورشن لان لازم ده يتعمل له ترمينيشن في سؤال هنا يا دكاتره حضرتك هو ده فور ميديكال ايفاكويشن يعني ميديكال اديه حاجه ميديكال وعشان تولد ولا اديها لان ده في بونز خلي بالك ده في بونز اهو في ايدين ورجلين وكده فده هتدي لها بروستاجلاندز عشان تنجوس ابورشن تمام اوكي عشان حضرتك بس قلتي سيرجيكال فانا بس اتلخبطت لا سوري هو عشان ان هو لو ده كان يعني incomplete abortion يعني ده نزل ولسه فيه بقايا incomplete فاه هتعمل لها surgical evacuation لكن لو هو البيبي ده كله لسه جوه فدفنتلي هتبقى medical evacuation تمام مرسي لحضرتك جدا مرسي لك يا فكرة طيب ده ايه يا دكاترة عن انكفالي بالظبط عن انكفالي يجي اكتر في مين بوستيرم يعمل اكتر هو بوستيرم طب يبقى معايا اوليجو هيدراميوس ولا بولي هيدراميوس
هو المشكلة عند البيبي ده إن هو إيه كيدني ولا سوالوينج؟ سوالوينج بروبلم. سوالوينج. طب طالما إن هو مش قادر إن هو يبلع يبقى بالتالي هيبقى عنده بولي ولا أوليجو؟ بولي بقى. بولي بالظبط لأن الكيدنيز بتاعته شغالة فعمال يحصل فيه يورينيشن يعني بيحصل يورينيشن في الأميوتيك فلويد لكن ما بيحصلش سوالوينج فبالتالي هيجي ببولي هيدراميوس فالآن الكافلي بيجي ببولي هيدراميوس أكتر كويس وطبعا بيبريزنت باي إيه؟ أني بريزنتيشن هيجي أكتر؟ face presentation بالظبط كده فدايما يجي بface presentation الانكافري ده ولو هي كان عندها history of انكافري فلازم في البراجنسي اللي بعده نديلها supplementation by folic acid بس high dose of folic acid 800 microgram بدل ما كنا بندي 400 microgram. في سؤال في الجار ده دكاترة ده ايه هيدروكافلس ايه الموست كومن بريزنتيشن للهيدروكافلس يجي ايه بريتش بالظبط يجي بريتش بريزنتيشن للهيدروكافلس هتولده باي ايه فاجينال ولا سيزاريان ولا اوبرتيف ولا سيزاريان سيزاريان طب ولو ميت سيزاريان انما فكروا ان احنا كنا بنخش نكسر ونعمل وبعدين نجيب احنا بنعمل كده فعلا ما اعرفش بس كانت موجوده في المتحف يعني ايوه المتحف ما عشان كده في المتحف لكن طبعا اصل انت كده هتاند اب باي سيرفايكال لاسيريشن ورابتشر يوترس يعني في ام برضو موجوده فحتى لو انت رايترين فيتر ده زي بالظبط الترانسفيرس لاي يعني لو جات لك واحده فول تور وهي ترانسفيرس او نيجلكتد شولدر ما كلمه نيجلكتد شولدر يعني هي رابتشر ميمبرز فور ا لونج تايم والارم ده برولابسين حتى لو هي فولي دايليتد برضو هتعمل لها سيزاريان سكشن على بيبي ميت وعلى نيجلكتد شولدر عشان ما تعملهاش رابتشر يوترس فدفنت الهيدروكافلس ده البايبرايتر بتاعه اعلى من 9.5 فهيعدي من تحت ازاي مش هيعدي جوه البلبس فلازم يتولد باي سيزاريان سكشن وذر البيبي كان ليفينج او ديد فده هيتولد باي سيزاريان سكشن اوكي طيب ايه ده كونجوينت توينز ده كونجوينت conjoined twins طيب conjoined twins دول بيحصل الديفيجن امتى او الكليفج بيحصل امتى 12 بعد فيري ليت اللي هو 11 15 بالظبط فيري ليت اللي هو بعد 12 يوم لان هو لو حصل الكليفج بدري بيبقوا داي كل واحد بيبقى ليه حاجته داي امنيوتيك داي كوريونيك وبعدين على حسب بقى مونوكوريونيك ولا داي كوريونيك وكده لكن الكونجوين ده اللي هو حصل الكليفج فيري ليت طيب هتعمل له الكونجوين توينز دول هتعمل لهم مانجمنت ايه سيزاريان هيتولدوا طبعا باي سيزاريان سكشن وبعدين يعني هل هتعمل النيوترو جبردايس واحد وعلى حسب يعني المكان وال يعني الديجري اوف الكونجويمنت على حسب ما انا فاهم طب هل هيبقى ايه نيوترو سيباريشن مثلا ولا بوست نيتال سيباريشن ولا ايه خلفيتي بوست نيتال الصراحه بوست نيتال ما اعرفش النيوترو دي انا بسالكم بوست نيتال سيباريشن في حد عنده اقتراح اخر او تعمل له مثلا ليزر ابليشن اوف اناستوماتيك فيسلز مثلا وارد هنا ولا ايه ايوه ايوه ليزر وارد يعني ايه سؤال غريب ده توين تو توين ترانسبلانت يعني توين مش مشكلتهم توين تو توين ترانسفيجن ده هم لازقين في بعض فما فيش ليزر ابليشن ده مش تبعنا القصه دي ولا النيوترو سيباريشن زي هتسيبريت دول النيوترو بعدين هتدخلهم حضانات ازاي ولا تعمل فيهم ايه فطبعا لازم ليتر اون يعني بعد البوست نيتال وبعد ما تولدهم باي سيزارين سكشن يحصل لهم بقى سيباريشن سواء كانوا عملوا ساكريفايس لوان اوف ذا فيتسز لو كانوا شيرينج سيم اورجن او ان هم يعملوا سيباريشن يعني على حسب بس هو كله بوست نيتال سيباريشن وديفينتلي الولاده بتاعتهم هتبقى باي سيزارين سكشن في حد عنده سؤال هنا طب حتى لو الاثنين جايين براسهم بوست كيفاليك برضو هتولدهم سيزارين ولا تولدهم فاجينال سيزارين anyway طبعا على طول سيزاريان هيتولدوا ازاي دول فاجينال ما لازم يتولدوا باي سيزاريان سكشن في سؤال هنا طيب ايه ده بلاسنتا ده بلاسنتا بالظبط كده بلاسنتا نورمال بلاسنتا ولا سيركمفيليت ساكسنتوريت باي بارتايت باي لوبيت ايه رايكم لارج نورمال لارج بس نورمال هي فعلا لارج بلاسنتا فعلا بس نورمال طب طالما قلتوا لارج بقى ايه الكونديشنز اللي بتبقى فيها البلاسنتا لارج السيفلس والهايدروبس بالظبط كده الهايدروبس والسيفلس طب تمام اهو ابتدينا نسخن كويس اهو تمام والله بقى شويه ماشيين كويس يا دكتور بعدين دكتور النهارده في يوم اسمه يوم النسيان فعادي بقى مش مشكله ان احنا نسيب الناس خالص لا مش خالص لا ده انا لا مش خالص ما انتوا كويسين اهو الحمد لله في برونج طب ايه ده نوت كورد
بالظبط كده true not of the code. فتعمل لنا ايه تبريزنت باي ايه للام وللبيبي؟ سي تي جي بايز. السي تي جي هيبقى فيه فعلا element of fetal distress او البيبي هيبقى hypoxic او ممكن يوصل للانترايوترين فيتال ديث. ده بالنسبه للفيتس. طب بالنسبه للام مش حاجه يعني. ولا حاجه الام ملهاش اي ملهاش دعوه. فهو ده بالنسبه للتو نوت اوف ذا كود فعلا ان هي كلها بتبقى فيتال كومبليكيشن من اول فيتال هايبوكسيا بديفرنت جريدز اوف هايبوكسيا وديستريس لحد ما انترايوتراين فيتال ديث لو هو ما كانش يعني ما لحقناهوش يعني. فده بالنسبه للصوره دي. طب ايه الصوره دي؟ رابتشر بقى. رابتشر ايه؟ يوترس. ايوه ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ ابر سيجمنت. ابر سيجمنت اه بالظبط كده. هل ده المور كومن تو رابتشر ولا لور سيجمنت هو المور كومن تو رابتشر؟ المور كومن بالظبط. ده 10 تايمز مور كومن تو رابتشر الابر سيجمنت عن اللور سيجمنت. عشان كده لو العينه كانت والده بابر سيجمنت سيزارين سكشن لازم اعمل لها سيزارين سكشن. يعني مفيش بوسيبيليتي اوف في باك فاجينا بيرث افتر سيزارين. ما ينفعش ان انا اديها تشانس فور في باك. فده فعلا upper segment cesarean section rupture rupture uterus وهو فعلا المور كومن. وده هو بس ده كيفاليك presentation بالظبط كده. وده كان breach presentation يعني ده rupture uterus في breach presentation. لكن ده rupture uterus upper segment برضو بس في كيفاليك presentation. وانا هنا دكتور اقدر اقول ان في سكار او حاجه ولا صعب؟ مش هتقدر تقول ان هنا في سكار لان لو كان في سكار يا زياد كان هيرابتشر الاول عند السكار. يعني هو الويكر بوينت هي اللي بترابتشر الاول. فلو كان هو في لور سيجمنت سكار كان هي اللي هترابتشر الاول مش هيرابتشر الابر سيجمنت كده. وحتى لو عندك اوبستراكتيف ليبر ولا حاجه ممكن يبقى سكار بس هو مش هنا مش باين انه كان في سكار. يعني شكل التيشوز كانت هيلثي. وحتى لو عندك مثلا اوبستراكتيف ليبر برضو اللي بيرابتشر اللور سيجمنت عند البالونينج والباندلز رينج والقصه دي. اوكي طيب ايه ده يا دكاترة؟ فايبرويد. نوعه ايه الفايبرويد؟ سميوكس. سميوكس بالظبط كده. وده سميوكس فايبرويد وايه يعني هو فيلينجز هول كافيتي. بالظبط فيلينجز هول يوتراين كافيتي. طب ده كده لو احنا شلناه وده السبيسمن بعد ما اتشال يبقى احنا شلناه ازاي؟ عملنا مايماكتومي ولا هيستريكتومي و عملنا ايه؟ ابر سبتوتال هيستريكتومي. سبتوتال هيستريكتومي بالظبط كده. هنا لو هو فعلا ده السبيسمن اللي اتشال فيه فهي ممكن تبقى كده بقى ست كبيره او مش عايزه مش ديزايرنج فيرتيليتي. فبالتالي هو اتشال بسبتوتال هيستريكتومي وهو ده سبميوكس مايوما. هتبريزنت بايه بالسبميوكس مايوما دي؟ بليدنج بالظبط كده. بليدنج سواء من اوراجيا لو هو سبميوكس مايوما بس لكن لو كان في بوليب وانفكتد تيب وكده ممكن تبقى كمان ميتروراجيا معاه. طب ده ايه؟ سميوكس مايوما بالظبط كده. سميوكس مايوما في اليوترس وبرده تشيل باي سبتوتال هيستريكتومي نفس القصه. امال ده ايه؟ دكتور معلش وانا قلت سبتوتال عشان مش شايف السيرفكس. عشان مش شايفين السيرفكس بالظبط كده. ده انت هو يعني ده مش موجود السيرفكس. على عكس مثلا استنى ده لا ده مش موجود برده. على عكس ده يعني هنتكلم عليه بس ده قولوا لي ده ايه الاول؟ توتال ابدومينال هيستريكتومي. هو ده بان هيستريكتومي صح؟ ده بان هيستريكتومي لان الاوفريز كمان والتيوبز على الناحيتين موجودين فده بان هيستريكتومي كويس. وجواه في فعلا في سبميوكس مايوما وسبميوكس مايوما دي ممكن تبقى كمان نازله سيرفايكال مايوما. عشان كده عملوا بان هيستريكتومي. ممكن كانت دايجنوزد ان هي سيرفايكال ليجن فعشان كده عملوا لها بان هيستريكتومي. لكن بعد كده هي فعلا الجار ده بتاع سبميوكس مايوما وريتشنج السيرفكس فنازله كمان يعني سيرفايكال مايوما. يعني هي دايجنوز از سيرفايكال باثولوجي بس هي طلعت ان هي سبميوكس مايوما وواصله لحد طالعه من السيرفكس فتشالت بان هيستريكتومي. اوكي تمام. طبعا الفايبرويد مش محتاجين ان احنا نشيل الاوفريز الا لو كان المنظر ده في واحده ست كبيره بقى 50 سنه ولا اكتر من كده فهي اوريدي منوبوزل او ريتشنج منوبوز يبقى ساعتها ممكن ان احنا نشيل لها الاوفريز فعلا. امال ده ايه؟ سيرفايكال مايوما بالظبط كده. سيرفايكال لان احنا شايفين اليوتراين كافيتي واليوترس الصغير خالص اللي فوق لكن كل البتاع الكبير ده سيرفكس فدي سيرفايكال مايوما. لكن اليوتراين كافيتي باينا اللي هو الكافيتي الصغيره قوي اللي فوق دي كويس مفتوح اليوترس زي اوبن بوك كده على الناحيتين فعندي اليوتراين كافيتي باينا على الناحيتين وبعدين اللي تحت ده سيرفايكال مايوما كبيره قوي. فسيرفايكال مايوما يعني دايما سيرفايكال مايوما بتبقى سنجل ويتماي ريتش لارج سايز فهي فعلا سنجل وريتشنج ا فيري لارج سايز. بتعمل لها سيمتوم ايه القصه دي؟ بريشر بالظبط كده. هل تعمل لها بليدنج؟
لا لا مفيش اي بليدنج لان الميتران كافيتي نورمال مفيش اي حاجه او الاندوميتريال كافيتي نورمال فهي فعلا تعمل لها بريشر مانيفيستيشنز وانتيريور لو كانت دينا اكتر ناحيه السيرفايكال المهم اكتر ناحيه انتيريور هتبقى على البلادر لو هي ممكن تجي لك بريتنشن لو هي عامله كومبريشن لليوريثرا فممكن تجي لنا بريتنشن او تعمل لنا ديسكيزيا لو هي عامله بريشر اكتر ناحيه الريكتوم فتيجي فعلا ببريشر مانيفيستيشن فهتبقى التريتمنت بتاعها يا اما مايومايكتومي يا اما هيستريكتومي على حسب هي عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بتاعتها ولا مش عايزه تبريزرف الفيرتيليتي مين اللي عنده سؤال هو انا ممكن اعمل مايومايكتومي الحاجه بالحجم ده بس نفس السؤال ده ممكن تعمل لها مايومايكتومي لو هي كانت ساعات بنشوف المنظر ده واحده تكون مثلا 20 سنه 25 سنه ولسه متجوزه ما ينفعش تعمل لها هيستريكتومي فانت لازم تجو فور مايومايكتومي بس ذكر وانا كده يعني في حاجه هتتساب من السيرفكس يعني هي تقريبا تريبل اليوترس كده يعني لا انت بتفتح وبتلاقي بلين اوف كليفج بتعمل انكليشن للمايوما وبعدين بتقفل بقى التيشوز يعني انت مش هتشيل مش هتقشط الكلام ده من فوق انت هتعمل انكليشن وتسيب التيشوز بقى اللي على الجناب تخيطها بحيث ان هو ده السيرفكس يحصل له ريفورميشن بعد كده بس دكتور بعد عمليه زي دي هتقدر تحمل يعني مش هنخش برده في سيرفايكال انكومبتنس وحاجات كبيره كده برده بس على الاقل ممكن يبقى في حمل وانت تعملها سيركلاج يعني تخش في سيرفايكال انكومبتنس يعني او سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيليتي بس ممكن تحمل لكن ما ينفعش انك تعمل لها هيستريكتومي طيب دكتور هو ده بيبقى عن طريق لابراتومي ولا بيبقى هيستروسكوب لا دي لازم لابراتومي ما صعب قوي انك انت تعملها هيستروسكوب اصل هيستروسكوب ده يعني انسايد اليوترين كافيتي انت اليوترين كافيتي زي الفل انت مشكلك في السبستنس بتاعه السيرفكس فالسبستنس بتاعه السيرفكس دي انت مش هتشوفها بالهيستروسكوب فانت لازم تخش لابراتومي فتح بطن تمام في حد تاني كان عنده سؤال متهيألي نوران اتفضل هو الكافيتي بتاع السيرفكس او الفاجينال كافيتي اليوترين كافيتي باينه السيرفايكال كافيتي مش باينه السيرفايكال كانال سوري السيرفايكال كانال سوري مش باينه في الفيو ده في الكات سكشن اللي هم واخدينه ده السيرفايكال كانال مش باينه لكن اليوترين كافيتي باينه بس انت لازم يكون عندك سيرفايكال كانال يعني هي المايوما مش هتقفل السيرفايكال كانال لان هتطلع لك يا اما من الانتيرير ليب يا من البوستيرير ليب يعني فلازم هيبقى عندك كانال لان انت عندك السيرفكس فيه انتيرير وبوستيرير هو مش حاجه واحده يعني بالظبط تمام ميرسي يا دكتور في حد كان عنده سؤال نوران هنا كان عندك سؤال في حد عنده سؤال تاني يا دكاتره في الصوره دي ايوه دكتور السبيسمن دي متشال ازاي يعني دي هيستريكتومي دي عامله توتال هيستريكتومي لان عندك اهو اليوترس باين وعندك السيرفكس فهي الست دي عامله توتال هيستريكتومي فهي غالبا كانت مش عايزه تبريزرف فيرتيليتي مش عايزه فيرتيليتي او كان صعب ان احنا نعمل مايومايكتومي فهي عامله هيستريكتومي فالسبيسمن ده متشال بتوتال ابدومينال هيستريكتومي ما اعرفش بان ولا لا لان الاوفريز مش باينه في الفيو اللي قدامنا ده في حد عنده سؤال عمر عندك سؤال عمر في سؤال لا اللي كنت بسال دلوقتي طيب في حد رفع ايده معي عندك سؤال ازاي حضرتك يا دكتور ازاي معلش الحمد لله بس كان في سؤال بس مش في الصوره دي هو حضرتك كنت قلت ان اللارج بلاسينتا اللي بيعملها سيفلس واتين عشان الصوت قطع وقتها لا انتوا اللي قلتوا انتوا اللي قلتوا الاثنين السيفلس والهايدروبسفيتاليس انتوا اللي قلتوا الاثنين هايدروبسفيتاليس والسيفلس تمام طب هي كده الدايبيتيك موزر ما تعملش لارج بلاسينتا لا ما تعملش لارج بلاسينتا تعمل لارج فيتس ماكروسوميا تمام ماشي تمام شكرا في حد عنده سؤال يا دكاتره هنا في الجار ده او في الجارز في حد عنده سؤال في المحاضره كلها دكتور انا عندي سؤال الصراحه اقوله قول يا مريم انا بس مشكلتي الوحيده في السلايد بتاعه الادينومايوسيس انا ما خدتش بالي ان انا عرفت منين ان انا في اليوترس اساسا اللي هي اللي كانت بعد الفايبرويد وبعد الاندوميتريال ثيكنس هو اليوترس بالجنب يا معاذ بالجنب اليوترس ايه هو نفس الكات سكشن بس خلاص هي صعبه خلاص مش هيجي لكم ادينومايوزس هي صعبه مش مهم مش مهم ما اقصدش انا اقصد بس يعني الصوره دي انا عرفت منين ان انا زيها لانه الكافيتي يعني انت عندك كافيتي كده اسود اللاين بدل ما هو يبقى ابيض في عندك لاين اسود انتربتد فده اليوتراين كافيتي والنازل على السيرفايكال كانال فعندك لاين كده زي اسود منقط اسود تمام في لاين هو ده اليوتراين كافيتي فالانتيريور دي هو ده الانتيريور رول اوف ذا يوترس والبوستيريور اللي هو البوستيريور رول اوف ذا يوترس هم هنا عشان مش زي بعض فعشان كده قلت عليه ادينومايوز بالظبط بالظبط تمام جدا كده شكرا يا دكتور دكتور ينفع الجار بتاع الاكتوبيك بريجننسي بتاع البيبي اللي كان كبير قوي أيوة ما كانش كبير قوي على فكره هم البيبيهين قد بعض يعني الاكتوبيك ده قد الاكتوبيك ده هو انتوا ما شفتوش المتحف ولا الاثنين قد بعض بالظبط الجارز هو تقريبا الصوره متاخده على الجار فاحنا متخيلينها كبيره قوي
يعني انتوا شفتوا اليوترس بتاع اللي هو الرابتشرد، يعني ده الانين كافري كمان صغير، الكونجوينت برضو صغير، يعني شفتوا بتاع ده يعني ده مش زي التاني خالص. بصوا البيبي ده ازاي، وايدين ورجلين وانكل وبتاع يعني، والراس قد ايه وكده، يعني ده غير خالص الاكتوبيك. الاكتوبيك ده صغير قوي، ده هو بس الشكل ابتدى يتخلق، يعني ابتدى يبقى فيه راس كده، لكن ولا فيه ودان ولا فيه ايدين، يعني مش مفيش حاجه زي البيبي اللي فات. فهو ده فيرست ترايمستريك، ده صغير. طيب اوكي، زي اللي بتشوف الكراون رام لانس، يعني ده المنظر بتاع الالترا ساوند بيكتشر اللي هي فيها كراون رام. استنى نجيبها كده اهو، ده يعني هو ده البيبي ده اللي هو فيه كراون رام لانس، وهو ده المنظر البيبي. ويمكن ده يعني يبقى اكبر اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي، لان البيبي ده بتاع 6 7 اسابيع، التاني ده ممكن يبقى 9 اسابيع بالكتير، بس مش اكتر من كده. تمام اوكي اوكي مين عنده سؤال؟ اه دكتور، بعد اذن حضرتك، حضرتك يعني نعمل ايه طيب الفتره اللي جايه دي كده ان شاء الله؟ تذاكري نسا، هتعملي ايه يعني؟ هتذاكره يعني، تقروا الكتاب وهتحلوا. دكتور، هو الامتحانات الاهم طيب اللي احنا نحلها اخر 10 بس ولا بس لازم لازم تبقوا قارين المنهج يا معاذ، لان انا حاسه انكم ناسيين المنهج اصلا. انا قصدي يعني المنهج. لو احنا هندي فرصه لحل حاجه تبقى انهي جزء من الامتحانات؟ بس يعني هتبتدي من الاخر للاول. تمام يعني تبتدي من الاخر للاول بالظبط كده. يعني في كويزز كتير قوي، يعني في كميه كويزز كتير قوي في ممكن التشالنج كويستشنز ما تحلوهاش، بس هتلاقوا على الويب سايت مليان كويزز جوجل فورمز، يعني immediately once you submit بتجي لك اجابتك. فدول ممكن تبتدي بكل الحاجات اللي هي بتاعه اللي احنا حليناهم، الاربع 10 تيست دول اللي احنا حليناهم مع بعض. وبعدين تفتح بقى في المراجعات الريفيجنز اللي موجوده على الويب سايت، هتلاقي الكويزز الكتير دي، يعني دي برضو لطيفه وبتخلص بسرعه. تمام جدا، شكرا يا دكتور. العفو. يعني دكتور ال يعني نبدا بالتيست في الاخر اهم من الـ من الـ اصل يا جماعه، بس لازم نبقى واضحين، انا مش بحط الامتحان، انا بس بقول الحاجات اللي متجمع فيهم كل الافكار. فال10 تيست دول متجمع فيهم معظم الافكار، وبعدين بعد كده في الحاجات تانية اللي هي زي الكويزز دي برضو. لو انتوا اصلا مش ممكن تقعدوا ال 15 يوم دول تحلوا في 10 تيست، هو في ايه؟ فلازم هتحلوا حاجات تانية. ففي برضو الكويزز دي اللي هي، وفي الجوجل فورمز دي كويسه، يعني الجوجل فورمز اللي موجوده دي برضو متجمع فيها افكار كتير. تمام يا دكتور. ايه عندي سؤال تاني دكتور، هو الريتن عندنا هيبقى نظامه ايه؟ الريتن عندكم خمس اسئله، 15 درجه، كل سؤال عليه 3 درجات. على فكره كان يعقوب نزل لكم ورقه حلوه جدا اللي هي فيها كل حاجه، اللي هو 15 سؤال، 15 درجه في 15 سؤال، 15 سؤال 15 درجه، سوري ابس، 15 درجه جاينيكولوجي. كل ال 15 دول يعني خمس اسئله، كل سؤال عليه 3 درجات. هيقول لك مثلا enumerate 3 causes of، enumerate 3 complications of، هو كله enumerate، يعني هتكتب 3 كلمات في كل سؤال، فانت هتكتب 15 كلمة ب 15 درجة. اوكي دكتور، ما عنديش مشكلة، انا عارف الكلام ده. وهل هيبقى في تحديدات زي السنة اللي فاتت ولا؟ لا طبعا، لان السنة اللي فاتت احنا كنا لا طبعا، وقلنا الكلام ده من day one، من اول ما جيتوا في الاورينتيشن، من day one ما دخلتوا كلية، لانه السنة اللي فاتت كنا قايلين لهم MCQ عشان قصة الكورونا لحد الاخر، لحد ما هم طلعوا اشتكوا ان هم لا عايزين ريتن ومتعودين على الريتن، فاضطرينا نحط ريتن. فبلغناهم بالكلام ده للاسف قبليها بما جاش 3 اسابيع بس، فعشان كده عملنا لهم تحديدات. لكن انتوا عارفين من اول يوم نعمل لكم تحديدات ليه. ايوه صح، انا بس بستفسر يا دكتور. تمام، ميرسي يا دكتور. مين تاني عنده سؤال يا دكاتره؟ ماشي، سؤال يا جماعه، في اتنين رافعين ايدهم، سمر وعبد الرحمن. مثلا عندي سؤال، معلش. بالنسبه للبلاسينتا دي، انا بس مش عارفه احنا عارفه مين هي كبيره يعني. ما قلناش كبيره والله، ده انتوا اللي قلتوا كبيره، انا ما قلتش كبيره، انا قلت نورمال بلاسينتا، انا ما قلتش كبيره خالص، انا قلت نورمال بلاسينتا. فانتوا اللي روحتوا تطرقتوا قلتوا في ممكن تبقى كبيره، وقلتوا الكبيره بتبقى في كذا، لكن هي نورمال بلاسينتا عاديه خالص. ما انا كنت شايفاها نورمال، بعد كده اتلخبطت. طب لا لا لا، هي نورمال بلاسينتا، مش كبيره خالص، مش كبيره خالص، هي نورمال بلاسينتا عادي جدا. دكتور معلش، انا بس سالتكم هي سيركمفيليت ولا بايبارتايت ولا بايلوبيت، قلتوا لي لا دي كبيره، قلت لكم لا هي مش كبيره، هي نورمال. بس طالما انتوا فتحتوا الموضوع بقى امتى تبقى كبيره، فقلتوا لي بتبقى كبيره في الهايدروبس وفي السيفلس. تمام. دكتور معلش، ممكن بس الجار ده وتاني جار؟ معلش عايزه ايه، مش فاهمه. الجار ده اللي احنا اللي هي الصوره بتاعته ده، السلايد دي، وتاني سلايد في جورز. ايوه الجار دي، ما احنا في بقى اهو، قولي لي ماله بقى.
انا مش فاهماها. هو احنا يعني ده بلاسنتا بس ما فيهوش غير بلاسنتا، فممكن يقول لك ايه ده شوينج ايه تقول بلاسنتا، ايه الفانكشنز بتاعتها كذا ولا كذا ولا كذا، مثلا ترانسفير ولا اندوكراين الفانكشن ايمونولوجيكال ولا كده يعني بس. طب الويت بتاعها قد ايه، طب هي مثلا تبقى ديليفر في اني ستيج، فيرست ولا سكند ولا ثيرد ستيج، يعني بتبقى اسئله ام سي كيو على البلاسنتا. تمام. وتاني جور يا دكتور، تاني جور اللي هو ده بعد الفيزيكلز ده لا ده ترونات اللي هو تاني في الاول خالص اول ما بدانا الجورز الاكتوبيك اللي هو ده. اه يا دكتور ماله ده اكتوبيك التوب متشعلقه وتحت فيه الفيمبرال اند، فعشان كده قلنا ان دي تيوب لان فيها فيمبرال اند، والحته الامبولاري بارت منتفخ لان دي في اكتوبيك في التوب دي، فده اكتوبيك بريجنسي او تيوب الاكتوبيك بريجنسي. طيب ميرسي يا دكتور، شكرا جدا. في حد رافع ايده يا جماعه؟ هو بس اللي رافع ايده عايز يسال حاجه ولا لا؟ لانه حرام رافع من زمان قوي والناس عماله تخش تسال كده وهو رافع برده. انت عايز تسال حاجه؟ ترفع. انا كنت رافع يا دكتور من بدري عايز اسال، بس هو الناس بتتكلم. لا هو مكتوب قدامي عبده علي فاكيد ده مش انت، بس هو رافع من بدري قوي قوي، فانا مستحرمه ان هو يبقى رافع كده الا لو سابنا ومشي بقى وهو لسه رافع. طب قولي قولي. طيب ماشي، بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو لو سؤال كده، فلو اتسال الانجيجنج دايمتر اوف اي برزنتيشن، كلمه انجيجنج دايمتر يقصد بيها البايبرايتال عادي ترانسفيرس بتاعنا ولا لونجتودينال دايمتر وبيختلف على حسب البرزنتيشن؟ هو الديفينيشن بتاعت الانجيجمنت بتبقى ترانسفيرس دايمتر، بس طبعا الانجيجمنت بيبقى فيه ترانسفيرس اند انتروبوستيرير على حسب هو جايب لك الديستراكتورز ايه. لو لقيت ان هم كلهم انتروبوستيرير دايمترز ما خلاص هتختاري بقى، يبقى هو قصده الانجيجنج انتروبوستيرير دايمتر. لو لقيت ان هو جايب لك الديستراكتور ترانسفيرس دايمتر يبقى احنا بنتكلم في البايبرايتال، او لو هو قال لك في الستام نفسها انجيجنج ترانسفيرس دايمتر او انجيجنج انتروبوستيرير دايمتر. هو معلش انا اسف يا دكتور، بس هو كان السؤال بالظبط كده الانجيجنج دايمتر اوف، مش فاكره بصراحه البرزنتيشن كان ايه. كويس قولهم لي ايه. ما هو انت ممكن قوي مش هيبقوا مش هيجيب لك بايبرايتال وحاجه ثانيه يبقوا الاثنين، فانت هتختاري ايه؟ لانه لو قال لك كده وسابك يبقى لازم تختاري البايبرايتال، لان هو باي ديفينيشن انجيجنج يعني ترانسفيرس. يعني لو قال لي كده وسابني خالص يبقى انا هختار الترانسفيرس دايمتر. اه لان هو طالما ان احنا بنتكلم على كيفاليك برزنتيشن. هو انا بس عشان كان في الكتاب نفسه بتاعنا هو متكلم فوق على الانتروبوستير او اللونجتودينال دايمترز، يعني كان كاتب بين قوسين ان دولت الانجيجنج دايمتر وبرده وحده. ايوه انجيجنج انتروبوستيرير، ما احنا بنقول الانجيجمنت مش هي الراس كوره يعني، فلازم او يعني سيلندر لازم تبقى عندها انتروبوستيرير وترانسفيرس. الديفينيشن بتاعه الانجيجمنت على الترانسفيرس دايمتر، بس انت عندك مش انجيجنج دايمتر واحد، هو اتنين لان الراس بتنزل باتنين engaging diameter، واحد باي transverse engaging وanthroposterior engaging، فالاثنين دول اسمهم engaging diameter، بس الديفينيشن بتاعه الانجيجمنت على الترانسفيرس بس. تمام يا دكتور، يعني هو لو ما حددتش خالص انا بشتغل كاني بالظبط يعني transverse diameter، انما لو قال لي هختار بقى حسب presentation. اه لان السؤال لازم هيبقى واضح يعني، يا اما هيقول لك انجيجنج وساكت هتلاقيهم كلهم الديستراكتورز يا جماعه لازم تبقى هوموجينس، يعني لازم يبقوا ديستراكتورز، هتلاقيهم كلهم يا اما ماشيين ان هم ترانسفيرس دايمترز يا اما ماشيين كلهم ان هم انتروبوستيرير دايمترز، فهتبقى انجيجنج دايمتر وجايب لك كلهم انتروبوستيرير، مش هتقولي له لا لازم يبقى بايبرايتال او ترانسفيرس، لا مش لازم، ما هو في انجيجنج انتروبوستيرير دايمتر فهتختاري الانجيجنج انتروبوستيرير دايمتر. يعني مثلا لو قال لك لفت اوكسيبتو انتيرير بوزيشن الانجيجنج دايمتر بتاعها ايه، وجايب لك سب اوكسيبتو برجماتيك سب اوكسيبتو فرونتر سب منتو فيرتيكال ما اعرفش ايه كده، خلاص هتختاري السب اوكسيبتو برجماتيك لان ده الانتروبوستيرير انجيجنج دايمتر. تمام اوكي دوك، انا اسفه والله بجد في السؤال يعني معلش لو يعني كان طول. شكرا يا دكتور. السورس بتاع سورس المذاكره للاوسكي نذاكره منين يعني الصور دي؟ لان كان في فولدر كده بس مش موجود فيه كل الانسترومنتس اللي حضرتك قلتيها النهارده. لا يبقى لازم تذاكر طبعا المحاضره بتاع اللي فيها زيادات، مش كده ولا مش هتذاكر اللي ناقص يعني؟ فهتذاكر المحاضره النهارده تيالي يعني. اه تمام هذاكر المحاضره، بس المحاضره النهارده حتى عشان ما اقعدش اسمعها تاني اوريدي سمعتها، بس هل في مثلا بي دي اف مكتوب فيه السبوت دايجنوزز حتى اسم الجار او اسم ده هتخش على الويب سايت بتاع اللي هو ميوزيوم او بي جي ان ميوزيوم، ده في ويب سايت في كل الجارز اللي موجوده، انت مش محتاج تنزل الكليه، لو دخلت على الويب سايت ده هتلاقي كل الجارز اللي موجوده في المتحف. انا اخترت لكم الجارز اللي هي الواضحه اللي هي ممكن تنزل في الامتحان، لكن لو انت عايز تشوف الجارات كلها هتلاقيها موجوده على الويب سايت. طب يا دكتور والالترا ساوند عشان في يعني الاوفيريان سيست والحاجات دي علينا برضو ولا لا؟
هي هتلاقي صورها موجودة في الكتاب نفسه، أنا جبت لكم صور اللي هي بتبقى واضحة بحيث إن هي ممكن تنزل لكم في امتحان، لكن هي في الصور الواضحة اللي موجودة في الكتاب هي اللي كفاية عليك ألترا ساوند أو الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة برضو ألترا ساوند بيكتشرز. خلاص ده فل. في حد عنده سؤال تاني يا دكاترة؟ لا دكتور احنا عندنا شكر لحضرتك بجد عشان حضرتك استحملتينا طول السنة واستحملتينا النهاردة بالذات. ما فيش مشكلة خالص. في حد عنده أي سؤال ولا هننطلق؟ أي دكتور بس آخر سؤال بسرعة، هو ال الأدينوميوز الألترا ساوند ده كان ترانس فاجينال صح؟ ثواني كده نشوف يا لميس. هو عمره ما هيسألك ده ترانس فاجينال ولا ترانس أبدومينال الحقيقة، لأن هو لازم يبقى جايب لك البتاعة نفسها، فانا هشوف اذا كان باين، فاهمة؟ ممكن يبقى باين وممكن مش باين، فانا هشوف اذا كان باين في الصورة ولا مش باين عشان اقول لك هو ايه. انا عشان في دماغي يعني يبقى ده ترانس فاجينال، ده ترانس فاجينال، ده فاجينال الترا ساوند اللي قبله واللي بعده، ده ابدومينال الترا ساوند، ده فاجينال الترا ساوند. بصي شايفة من فوق كلمة يوترس هتلاقي ان هي كونكيف الاكسس، لان هو البروب بتاع الابدومينال الترا ساوند بيبقى كونكيف، فبصي هتلاقي ان هو كونكيف، لكن تيجي على ده تلاقيه اكنه دايره كده، فاهمة؟ فده فاجينال الترا ساوند اللي هو الحته اللي فوق خالص البروب، يعني عشان تخيل حاجه في دماغي. بس ده فاجينال الترا ساوند وده ابدومينال الترا ساوند وده فاجينال الترا ساوند، ماشي؟ وده فاجينال الترا ساوند، ده ابدومينال طبعا، يعني اكيد الاوبستريكس كله ابدومينال يعني، لكن عامه الجاينيكولوجي بيبقى كله فاجينال ما عدا لو الماس كبيره، عشان كده الماس بتاعه الفايبرويد الكبيره دي عشان كده عملوها ابدومينال الترا ساوند. ماشي شكرا يا دكتور. العفو. حد عنده سؤال يا دكاتره؟ دكتور معلش، هو انا اليوترس في الالترا ساوند مش بعرفه خالص. لا اليوترس بالاندوميتريال لايننج لازم تعرفيه طبعا، ما ينفعش ما تعرفيش اليوترس، ده هما يوترس واوفري، يعني ايه ما هتعرفي الاوفري ما تعرفيش اليوترس ازاي؟ ما هو اليوترس اهو اللي هو فيه اندوميتريال لايننج، لازم يبقى فيه اندوميتريال لايننج باين، على عكس الاوفري اللي هو بيبقى فيه سيس كده باينه اللي هو فوليكلز، فهو ده الاوفري اللي هو فيه دوائر سوداء، لكن اليوترس ما فيهوش دوائر سوداء، هو فيه لايننج كده ابيض اللي هو بتاع اللي هو اول خط ابيض خالص ده اللي هو بين الاثنين ارو، عشان يقيس، ما شايفه الاندوميتريال تيكنس بيتقاس ما بين اثنين استريكس كده او اثنين ارو او اثنين فلاش او اثنين شرطتين حاجتين بتوعتين في حاجتين كده اللي بينهم دول، ده الاندوميتريم. الاندوميتريم عند الفاندس، فهو ده الاندوميتريال ثيكنس اللي بتقيسيه عند الفاندس، لان عند الفاندس بيبقى الموست ثيك بارت، فمش هقيسه عند حته مثلا ناحيه السيرفكس او كده يبقى رفيع، احنا بنقيسه في الحته التخينه بتاعته عشان اقدر اقول الاندوميتريال تيكنس قد ايه. يعني ده endometrial thickness تخين صح؟ يعني على حسب، كان ما انا لسه كنت سائلين لي السؤال ده قلت لكم على حسب، ممكن يبقى عامل زوم ان فهو لازم يكتب لك، يعني هيبقى هتلاقي ساعات كده بيكتب لك كده ده مثلا 6 مللي 12 مللي 20 مللي، يعني فعلى حسب هو كاتب لك ايه، يعني لو قال لك على ده 8 مللي خلاص هيبقى مش تخين، لو قال لك ده 20 مللي هيبقى تخين، فعلى حسب هو كاتب لك كام مللي. طيب هو في الالترا ساوند بيبقى عايز اللي هو الاندوميتريال سيكنس والادينوميوز بس ولا في حاجه تانية؟ فايبرويد، ما هو زي الفايبرويد ده اللي احنا بصينا عليه. طب ده انا عرفته ازاي؟ معلش يا دكتور عشان سيركمسكرايب ده احنا قعدنا ويعقوب طلع عينه ان هو يحط لنا الصوره اللي فيها وال سيركمسكرايب بتاع الحمراء دي، ان هو وال انك تقدري ترسميه كده حواليه دايره بحيث ان كله تقدري ترسمي حواليه دايره، فده يبقى فايبرويد ويل سيركمسكرايب. وانت اف يو جوجل مثلا الترا ساوند بيكتشر اوف فايبرويد هتلاقي صور فايبرويدز كتير ان هي بتبقى فيري ويل سيركمسكرايب، لكن الادينوميوزس ده مش سيركمسكرايب خالص، ما تقدريش ترسمي دايره حوالين الجلانز لان الجلانز دي بتبقى ديسبيرسد انسايد ذا مايوميتري. تمام شكرا يا دكتور. العفو. حد عنده سؤال يا دكاتره؟ أمال أنا لسه شايفة إيدين مرفوعة ولا دي إيدين موجودة من قبل كده يعني؟ طيب خلاص لو خلصتوا، ماشي خلاص لو خلصتوا يبقى هننطلق كده. دكتور مش آخر حاجة. اتفضل. هو دكتور في الامتحان بيجيب جنب الصورة أو الألتران، هل بيجيب مثلا كلو هيستوري ولا بس جوست الصورة؟ لا مش فاهمة. يعني هيقول لك ده مثلا هيقول لك كده this picture shows an ultrasound picture ولا history salpingography ولا CT ولا X-ray ولا مش عارف ايه، فانت بتختار. يقول لك طب الايميجنج اللي فوق ده showing uterus ولا cervix ولا مش عارف ovary ولا يعني، فانت هتختار، لان هو مش كيس سيناريو الاصلي. تمام. مش كيسس يا دكاتره،
ما ينفعش نحط لكم كمان في الاسكي كيسز يعني مش كده ولا ايه؟ ما فيش يعني هو ساعتين الامتحان دكتور. هو الاورال والكلينيكال هما الكيسز مظبوط؟ الكلينيكال هو الكيسز والاورال برضو الشيت هو كيسز، فانتوا عندكم 90 سؤال كيسز، فما ينفعش كمان احط لكم الاسكي كيسز، فازاي يعني؟ شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا ليك وجود لك، ربنا معاك ان شاء الله. شكرا جدا دكتور، ميرسي قوي يا عقوب، معلش تعباك دايما يعني كويس، خلاص هتخلص مني تماما. يا دكتور يلا جود لك، خلاص شكرا جدا، ربنا معاك. اوكي ميرسي جدا، شكرا، ميرسي، باي باي.